ثلاثة ذهب. النماذج خليني جست، احنا وصلنا إلى جست give me second. احنا وصلنا إلى آخر حاجة وناقشنا فيها نموذج ماندل فليمنج في السياسات الاقتصادية الكلية، كان في حال الأسعار العائمة أو المتحركة. لكن السياسة الاقتصادية تختلف، أو الآثار الاقتصادية تختلف حسب طبيعة أسعار الصرف. هنا كنا حسبنا كيف يتأثر الاقتصاد أو كيف تشتغل السياسة المالية والنقدية في حال أنه نظام الصرف يكون عائم. لكن أنتم تعرفون أن أغلب الدول النامية اختارت نظام سعر الصرف المثبت أو الفيكس اكسشينج سيستم. فلذلك خلينا نشوف بسرعة قبل ما نبدأ المحاضرة اللي بعدها، اللي هي حول أسعار الصرف القياس وكله، كيف يتأثر الاقتصاد أو ما هي السياسة المالية والنقدية في حال سعر الصرف المثبت. أول حاجة لازم نعرف أن سعر الصرف المثبت أوكي هو قرار سياسي، أي أن البنك المركزي والسلطات السياسية في البلد تختار أن تثبت سعر الصرف لا تغيره، وتكون مستعدة لشراء وبيع العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بسعر محدد سابقا. This is the system، يشتغل بهذا الموجب. ما فيش يعني البنك المركزي يعلن سعرا ثابتا، إذا كان سعر الصرف الثابت fixed exchange rate سوف يكون ثابتا، أو يكون سعر وسطي مركزي وقليل المرونة، عليه زيادة ونقصان. إذا كان مثلا هناك سوق صرف في القطاع الخاص، فيكون في سعر بيع وسعر شراء محدد لكي يسمح للصرافين والذين يتعاملون في سوق الصرف. بس عموما السنترال برايس از فيكست، السعر المركزي أو متوسط السعر فيكست. لذلك السياسة النقدية والسياسة المالية تختلف عن في السياسة تختلف في الفيكس اكسشينج ريت على الفيكس ريت. أول حاجة في نموذج ماندل فليمنج أنه سعر الصرف ثابت لا يتغير. This is the horizontal line، معناته أنه هذا E1 هو السعر الذي يعلنه البنك المركزي ويكون ثابت لفترات طويلة، قد تكون سنين، قد تكون 5 سنوات، 10 سنوات. لذلك عندما لما تكون سياسة نقدية، مثلا سياسة مالية، نبدأ بالسياسة المالية، فالتوسع المالي مثلا أنه رفعنا من الإنفاق الحكومي سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النقود، وبالتالي سوف يؤدي إلى ارتفاع الصادرات أو الواردات، وبالتالي سوف يؤثر على سعر الصرف، يؤدي الى الطلب، لان سعر الصرف ايضا سوق. عندنا سوق صرف وي هاف اكسشينج ماركت، في عرض وطلب. بمجرد ما تتغير قوى العرض والطلب المفروض السعر يتغير، لكن هنا السعر لا يتغير، هنا السعر ثابت فيكست باي 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 ديكري، بقانون. فلذلك عندما يرتفع الانفاق الحكومي مثلا من IS1 إلى IS2، أي أن الدخل دلتا Y2 ماينس Y1 موجب أنه حصل فيه زيادة، فإن البنك المركزي سوف يكون مضطرا لكي يحافظ على سعر الصرف الثابت أن يزيد من العملة، أن يبيع العملة المحلية. فبالتالي الألم كيرف لازم تنتقل حتى يبقى سعر الصرف ثابت، لأنه بمجرد ما يرتفع الاي اس سوف يظهر ضغط على سوق الصرف، والبنك المركزي يكون مضطر بأن يحول العملة المحلية إلى العملة الأجنبية، وبالتالي يبقى للحفاظ على سعر الصرف. فلذلك احنا رأينا أن في حال سعر الصرف المعوض، السياسة المالية كانت
غير فعاله في تغيير الناتج، ولكن في ظل المعدلات الثابته فان السياسه الماليه فعاله للغايه في تغيير الناتج. لكن البنك المركزي يكون مضطر انه مع سعر الصرف سياسته النقديه تكون لازم تكون سياسه نقديه accommodating. بعدين نشوف ليش ما يقدرش ينفذ سياسه نقديه مستقله، لانه يجب ان هنا يجب ان يستجيب للضغوطات الموجوده في سوق الصرف. وبالتالي في الفيسكال بوليسي في ظل اسعار الصرف الثابته السياسه الماليه فعاله، ولكن السياسه النقديه تكون موجهه لتحقيق الثبات اسعار الصرف عن طريق يا اما بيع العمله او شراء العمله للابقاء على نفس السعر. السياسه النقديه في ظل سعر الصرف الثابته تكون غير فعاله، أنها لا تستطيع أن تغير من الناتج. ليش؟ لأنه بمجرد ما يرتفع المنحنى السيولة النقدية الآن من 1 إلى 2، من المفروض عندما يتغير يكون مستوى التوازن هنا الجديد، هنا تقاطع، هنا ما أنت يعطيني اكسشينج ريت هنا، لكن نتيجة أنه الاكسشينج ريت لا يتغير فظل الحكومة سوف تضطر أو البنك المركزي سوف يضطر بأنه يرجع إلى نفس المستوى السابق من السيولة النقدية لكي يبقي على سعر الصرف ثابت. شوفوا هنا في ظل أسعار الصرف الثابت من المفروض أن السياسة النقدية تتبع سياسة أسعار الصرف الثابت، تحافظ على سعر الصرف، لأن يعني كل السياسة النقدية الموجودة it's there to accommodate بقاء سعر الصرف ثابت. الثالثة هي السياسة التجارية التريد بوليسي. التريد بوليسي مثل الفيسكال بوليسي. شو معنى التريد بوليسي؟ معناته أنه سوف الحكومة هنا عموما وزارة التجارة والصناعة أو وات ايفر، أو إذا كان في بعض الدول عندهم وزارة خاصة بالتجارة الخارجية، المهم سوف نضع قيود مفروضة على الواردات. هذه القيود على الواردات سوف ايضا تضغط على الاكسشينج ريت، لانه عندما ينتقل الاي اس 1 واي اس 2 نتيجه انخفاض الواردات مثلا ادخال تعرفه جمركيه جديده سوف يؤدي الى انتقال الكيرف، لان الواردات سلبيه على الناتج الاجمالي او تؤثر على الصادرات، سوف تنقل منحنى الاي اس الى اليمين. هذا سوف لكي يبقي على نفس سعر الصرف، على نفس سعر الصرف يجب على المنحنى الالم ان ينتقل الى التوازن، يعني على الكتله النقديه او السياسه النقديه يجب ان تنتقل لكي تبقي على سعر الصرف. وبالتالي فانه في هذه الحاله مثل السياسه الماليه السياسه التجاريه سوف تزيد من الناتج المحلي الاجمالي، تزيد من النمو وتحافظ على بقاء سعر الصرف ثابت، لكن باختلاف هو انه لما تخفض الواردات او تزيد قيود على الاستيراد، هذه مكاسب التجاره الخارجيه تاتي على حساب دول ثانيه، لانه في التجاره الخارجيه يسموها زيرو سم جيم اللي سمعته بهذا المبدا، انه واردات لبنان هي صادرات دول ثانية. يعني لنفرض مثلا أن هنالك تجارة حدود كبيرة ما بين لبنان وسوريا أو لبنان والأردن أو لبنان ومصر. بمجرد ما الواردات تنخفض في لبنان نتيجة مثلا أي قيود سوف تؤدي لانخفاض صادرات الدول المجاورة المتعاملين تجاريا trade partners. لما تنخفض صادراتهم سوف تؤثر على الحركة التجارية في هذه الدول، لأنه سوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الطلب على الواردات من لبنان سوف تنخفض، وبالتالي لا يصدرون كثير لبنان. ففي هذه الحالة السياسة التجارية التي تؤدي إلى زيادة الدخل هي تحويل الطلب من السلع الأجنبية إلى السلع المحلية.
مثل ما مثلا كل الدول الان نتيجه الان ما يسمى بالحرب التجاريه او عوده الحمائيه او وات ايفر سوف تؤدي الى هذا الفراغ. خلينا نلخص السياسات. لدينا نظام سعر صرف، يا اما مثبت يا اما عائم. ولدينا انواع السياسات. لدينا الاثر على الدخل، على الجي دي بي، اثر على سعر الصرف، اثر على الميزان التجاري. التوسع المالي في سعر الصرف العام غير فعال. زيرو. لا، التوسع المالي في ظل سعر الصرف العائم سوف لن يزيد في النمو الاقتصادي. يؤدي إلى تحسن سعر الصرف وإلى تدهور الميزان التجاري. Probably that's why government doesn't like flexible exchange rate. التوسع النقدي على عكس في العائم، في النظام العائم، التوسع النقدي سوف يؤدي إلى زيادة الدخل، إن تدهور العملة وتحسن الميزان التجاري. شوفوا أنه الميزان التجاري وسعر الصرف أثر عكسي. أن التحسن يؤدي إلى تدهور الميزان التجاري، وأن التدهور يؤدي إلى تحسن الميزان التجاري. القيود على الواردات في ظل الصرف العام لا تزيد من الدخل تؤدي إلى تحسن سعر الصرف ولا تزيد من الميزان التجاري. عكس المثبت، التوسع المالي سوف يؤدي إلى زيادة الدخل دون تغيير سعر الصرف ودون تغيير الميزان التجاري. يعني هنا الفيكس اكسشينج ريت لا يتغير، شوف زيرو زيرو زيرو. التوسع النقدي ineffective في حال أن سعر الصرف مثبت، وفي حال السياسة التجارية سوف تؤدي إلى زيادة الدخل في المثبتة، زيادة الدخل وزيادة تحسين الميزان التجاري. تقريبا هذا هو الأثر. ليش الدول تختار؟ هذا نقاش طويل عريض. Why countries أو لماذا الدول النامية تختار نظام صرف ثابت أو عائم أو متغير؟ الفلكسيبل اكسشينج ريت يسمح باستقلالية السياسة النقدية لتحقيق أهداف أخرى. راح أشرح لكم بعدين شو معناته. يعني أنتم لاحظتوا في حال سعر الصرف الثابت تصبح السياسة النقدية غير مستقلة، تتبع الحفاظ فقط على سعر الصرف. كل التدفقات النقدية والسياسة النقدية it's geared toward sustaining fixed exchange rate. لكن لا نستطيع ان نستخدمها في تحقيق اهداف اخرى. ايضا الصرف سعر الصرف العائم عنده ايضا وظيفه اخرى اساسيه. لما يرتفع وينخفض يستخدم كممتص للصدمات، شوك ابزوربر. فبالتالي لا تنتقل الصدمات الخارجيه الى الاقتصاد المحلي في ظل سعر الصرف عالي، لان ارتفاعه وانخفاضه سوف يؤدي الى اكليبريتر لميزان المدفوعات دون تدخل الحكومات بشكل كامل. الحجج لصالح سعر الصرف المثبت، الحجج لصالح سعر الصرف المثبت، وهو انه لحجتين اساسيتين. انه يقلل من الانسرتينتي، من التقلب في حسابات المستثمرين وكله، وبالتالي عندما يكون سعر الصرف مثبت ان قرارات الاستثمار والاف دي اي وكلها تكون فيها، ليس فيها يقين كثير حول تقلبات اسعار الصرف او الانخفاضات. ايضا سوف يقلل التقلبات، مما يجعل المعاملات الدولية أسهل وأكثر، والدول غير قادرة على إدارة التقلبات لأنها تحتاج إلى تحوط كبير في لما يكون سعر الصرف مثبت. You need reserves كبيرة لكي تدافع على سعر الصرف. الدفاع على سعر الصرف سوف يتطلب تجميد احتياطي كبير من العملة لكي تدافع عليه.
يعطي من العملة متغير مهم جدا، الريزيرفز لدى البنك المركزي مهمة جدا وكمؤشر ضغوطات على 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 سعر الصرف. بعدين نشوفوا ليش انهم يستخدموها المتعاملين في السوق، يستخدموها كمؤشر اساسي للنظر في امكانيه قدره الدوله الحفاظ على سعر الصرف، على استقرار سعر الصرف ورده. وبالتالي المضاربين في السوق، المضاربين في السوق اللي هم السبيكوليتر في التريد وفي الاكسشينج ماركتس، هاي مهمه جدا في تفسير حدوث الازمات في الصرف. ايضا سعر الصرف الثابت الانكورينج يستخدم ايضا لتثبيت الاسعار المحليه، وبالتالي يستطيع ينظم السياسه النقديه لمنع النمو المفرط للنقود والتضخم المفرط. هذه الاختيار. لكن الفيكست اكسشينج ريت ياتي بتكلفه. هذه التكلفه ما اعرف اذا سمعتوا بها، تسمى الامبوسيبل ترينيتي. انه دوله، خذوا مثال هونغ كونغ والولايات، هونغ كونغ، الهونغ كونغ عندها الهونغ كونغ دولار از فيكست، از بيكت تو الدولار. وانا لديكم الاوبشن 1 هي اليو اس، والاوبشن 2 هي الهونغ كونغ. دولة لما تكون لديها، عليها تختار اثنين من ثلاثة. That's why تسمى الثلاثي impossible trinity، الثلاثية المحررة. You cannot have in the same time، لا تستطيع أن يكون لديك في نفس الوقت حرية انتقال رأس المال، سعر صرف مثبت، وسياسة نقدية مستقلة. لماذا؟ لما يكون سعر الصرف المثبت، مثلا نختار سعر الصرف المثبت، اختار هذا الاوبشن، ولدي حرية انتقال رؤوس الأموال، I don't لا أضع قيود كثيرة على حرية انتقال رأس المال، معناتها money convertibility، معناتها العملة قابلة للتحويل. It's convertible. بمجرد ما تكون العملة قابلة للتحويل وسعر الصرف المثبت، السياسة النقدية تكون مربوطة بسعر الصرف المثبت، بالدفاع لسعر الصرف. لا يمكن لك أن تغير أسعار الفائدة كما تشاء، لأن تغيير أسعار الفائدة بعيدا عن المستوى الدولي سوف يؤدي إلى هروب رأس المال أو دخول رأس المال. وبالتالي تختار هذه سوف لن تستطيع أن تختارها. تختار هذه وتختار هذه سوف لن تستطيع أن تختارها. تختار هذه وتختار هذه سوف لن تستطيع أن تختارها. إذا اخترت حرية انتقال رأس المال والسياسة النقدية المستقلة، لازم سعر الصرف يكون متغير حتى تفك الارتباط السياسة النقدية مع والدفاع عن سعر الصرف. هنا لما تختار سياسة نقدية مستقلة وحرية انتقال رأس المال، ما تكونش مضطر انك تدافع عن العملة. You don't defend العملة. العملة تتركها للسوق من الدول المتقدمة. This is the option one. This is the US. حرية انتقال وسياسة نقدية مستقلة، this is the option. نفس الشيء منطقة اليورو والدول الأوروبية، نفس الشيء، حرية انتقال رأس المال، سياسة نقدية مستقلة، وبالتالي سعر صرف اليورو والدولار يحدده السوق، والبنك المركزي الأوروبي doesn't intervene، عنده سياسة نقدية مستقلة غير قائمة على الدفاع عن اليورو. They don't defend the euro. هونغ كونغ أو لبنان، هناك حرية انتقال رأس المال، هناك سعر صرف مثبت. نو no. لا يستطيع ان تكون سياسه نقديه مستقله. اعطيكم مثال، شوفوا سعر الفائده في السعوديه اللي هو بالخط الاسود. This is من 99 كوارتر 1 الى غايه 2017 كوارتر 4. هذه البيانات المتوفره. هذا سعر الفائده للفيدرالي الامريكي. This is the policy rate، مش market rate. Policy rate معناتها هو سعر الصرف أو سعر الخصم الذي يستخدمه البنك المركزي لشراء النقود وبيعها للبنوك التجارية. شوف الارتباط ما بين الاثنين، أين السعودية ودول الخليج، لأن لديها سعر صرف مثبت ولديها حرية انتقال رأس المال convertibility، لا تستطيع أن تكون لديها أسعار فائدة بعيدة عن المستوى الدولي. وبالتالي البنك المركزي السعودي
ساما او تسمى ساما سعودي مونيتري اوثوريتي، يؤدي يغير سعر الفائده المحليه بناء على قرارات الفيدرالي المركزي الامريكي، الفيدرالي ريزيرف بورد، ولا يستطيع، لانه اذا اسعار الفائده ابتعدت عن هذا المسار سوف يؤدي الى خروج راس المال او دخوله بتدفقات راس المال الخدشه. اوكي، هذه الاولى. وبالتالي احنا في لبنان عموما we are in this option. Option 2. أن هناك سعر صرف مثبت وهنالك حرية انتقال رأس المال، وبالتالي السياسة النقدية للبنك المركزي اللبناني لا نستطيع أن نقول أنها تكون مستقلة دون الأخذ بعين الاعتبار سلوك أسعار الفائدة في الأسواق الدولية. مسألة ثانية في أسعار الفائدة اللي هو مهم جدا، وأن أسعار الفائدة المحلية في ظل الأسعار، في ظل الفيكس اكسشينج ريت، أنها سوف تساوي الانترست ريت باريتي، سما ان كفرد انترست باريتي ولا كفرد انترست باريتي. المهم أن هنالك أسعار فائدة دولية، هذه يجب على سعر الفائدة يساوي سعر الفائدة الدولية زائد هذا تيتا. تيتا هذه سوف نسميها علاوة المخاطر، ريسك بريميوم. يعني رأس المال الدولي الذي ينتقل للـ FDI أو البورتفوليو انفستمنت أو وات ايفر، عليه أن يقيم المخاطر، الريسك، الفاينانشال ريسك، سواء لانهيار نظام الصرف أو للتضخم، يشوف هل في تضخم كثير وبالتالي هل يفقد القيمة الحقيقية. فبالتالي المقترضون أو المقرضون الذين لنتيجة وجود انتقال رؤوس الأموال والدولة تحتاج إلى أموال لكي تمول ميزان المدفوعات، طيب أي في السوق الدولية إذا كانوا يتوقعون انخفاض قيمة عملة البلاد، وإذا كانوا يرون أن أصول البلاد محفوفة بالمخاطر، سوف يطالبون برفع سعر الفائدة أعلى من هذا. فبالتالي كل الدول يتم تقييم المخاطر فيها، وهنا عندكم ايجنسيز متخصصه في المخاطر، في تقييم المخاطر معروفه، فيتش وكل اللي معاها الخمسه او سته هذو يقيمون المخاطر السياديه وليس المخاطر السوق. مخاطر السيادية تختلف عن مخاطر السوق، مخاطر السوق اللي هي موجودة في السوق، لكن المخاطر السيادية هي المخاطر الحكومة الرسمية. وبالتالي كل شهر أو شهرين يضعون تقييم جديد حسب تطورات الاقتصادية ويقولون الخوف. عفوا المقاطعة، تفضلي. كان في مجال الأسئلة ولا؟ خلينا نخلص هذه بعدين نفتح مجال النقاش. أوكي أوكي. فبالتالي المقرضين سوف يرفعون علاوة المخاطرة. لما ترتفع علاوة المخاطرة سوف ترتفع أسعار الفائدة نتيجة وجود هذه المخاطرة الكبيرة، أو خاصة في الاقتراض. وبالتالي نتيجة إذا كان سعر الصرف مثبت والحكومة تدافع عليه ولا يرتفع مثلا في هذه الحالة، ولا سعر الصرف يرتفع نتيجة التوسع النقدي والتوسع المالي، وبالتالي سوف يؤدي إلى تدهور سعر الصرف. أوكي، خلصنا هذا الجزء الأول من اللي هو الأدوات الأساسية التي نستخدمها عموما في الماكرو إيكونومي لتفسير السياسات النقدية والمالية، وتعتمد مثل ما رأينا تعتمد على نظام الصرف أساسا والسياسة النقدية. وأعطيتكم جدول يلخص هذا الجدول، يلخص تأثير السياسات حسب هل هنالك نظام صرف مثبت أو هنالك نظام صرف عائل. وعموما شوفوا في نظام سعر الصرف المثبت تقريبا او في العائد اقوى من المثبت، لما ما فيش الزيروز كثير. هنا فقط ثلاث حالات تكون فيها سياسه غير فعاله.
هنا في المثبت، لأن السياسة النقدية تكون غير فعالة. It is not فقط هي سياسات الدخل اللي فيها اثنين هي التي تكون أقوى شوي من سياسات سعر. أوكي، قبل ما نبدأ بالمحاضرة الثانية، any questions؟ أي أنا تفضلي عندي أسئلة دكتور. تفضلي، فقط خليني فقط أشيل. تفضلي تفضلي، أنا سامعك. إيه أوكي، أول سؤال، أول شيء يعطيك العافية وشكرا على كمية المعلومات اللي عم تعطينا إياها. عندي سؤال هو أكثر استفسار، إذا فينا نرجع لهذا التريانجل اللي كنت حاطه لحتى أسرح سؤال عليه. تفضل يا دكتور. هيدا التريونج اللي كنت حاطه، إذا فينا نرجع نشوفه، تريونج نعم، شفته يعني؟ الصوت صوتك كتير كتير واطي صوتك. طب لحتى عم بتقول على نرجع المثلث، على التريونج، المثلث. المثلث اللي نعم حاطه، نرجع نعيد، إذا فينا نرجع نعيد، إذا فينا نرجع نحط صورة المثلث اللي كنت حاطه على سكرين. المثلث تاع البلوك. خلي دقيقة، أرجع للمحاضرات. ليش أرجع؟ ليش؟ طلع دقيقة، أنا ما قاعد يجيني. طب إذا حتى بمذكرة كنت حاطط إنه في عنا ثلاثة، هن ثلاثة أعمدة، يلي هن أول شيء عندك سعر صرف لا مثلث. لا، خلاص وصل. عندكم الحين موجود؟ إجا؟ إيه هيدا هيدا، أوكي أوكي، تفضلي. هذا. هلا كنا عم نحكي عن حالات وأخذنا لبنان، مثلا لبنان هون عم تقول بحالتنا نحن عنا سعر صرف مثبت صح؟ وعندنا حرية انتقال الأموال، حسب ما فهمت منك إنه ما فينا نكون عندنا هول ثلاثة موجودين لأن هيدي من المحرمات صح؟ أيوة، هذه يسمى الثلاثية المحرمة. طيب يعني، وحسب ما فهمت كمان إنه لما نحكي عن سياسة، يعني نحن عندنا سعر صرف مثبت، حرية انتقال رأس المال، بس ما عندنا سياسة نقدية مستقلة. ايوه طب لما تحكي عن سياسة نقدية مستقلة ورجعت أعطيت إكزامبل تاع السعودية إنه هي بتكون مستقلة ما فينا نغير كثير بسعر الفايدة، بتكون إذا ما فينا نغير بسعر الفايدة يعني ما بتكون مستقلة صح؟ لا، you can't change it. You can't change it. لكن ما إذا كان بعيد عن الأسعار الدولية على المستوى الدولي، ولا تستطيع تغير سعر الصرف، فإنه سوف يؤدي يا إما إلى خروج رأس المال كبير. طيب خلينا نحكي حالة مثلا لبنان مثلا، إذا لبنان خفضتي ايه. مثلا خلينا في حالة لبنان، مثلا طب إذا لبنان خفضتي أسعار الفائد. كانت أسعار الفايدة عالية وحرية، يعني عنده سياسة بمعزل عن باقي العالم، حرية انتقال الأموال موجودة وسعر الصرف صار ثابت، كيف بدنا نفسرها هي ما كان؟ اي بس سعر الصرف is not sustainable، لذلك وقعت الازمه. كرمال هيك وقف الأزمة. طيب يعني المزمن سبب انه اوكي طيب واضحة. فهمت المسج؟ ايه المسج ايه انه لما يكون عندك حريه انتقال راس المال وعندك سعر الصرف مثبت ما يتغير، والسياسه النقديه is not accommodating، معناته تستطيع انك تغيري اسعار الفائده بعيد عن المستوى الدولي، it is not sustainable in the long run. عشان هيك يعني هذا عم نحكي عن بيئة بالا للعالم. وهي طيب سؤال، إحدى تفسيرات الأزمة في لبنان. طيب بس بعد سؤال إذا بتريد، عم حاول أعود علي صوتي قد ما فيني. لما بليز. تحكي بالسكرين اللي قبله حكيت عن هيدا التيبل، لما تحكي عن توسع مالي شو قصدك فيه توسع مالي؟ الفيسكال بوليسي اللي هي يا إما زيادة الإنفاق، هذا التوسع المالي. This يعني is fiscal expansion. يعني Fiscal دولة expansion. investment government expand إنفاق انفاق حكومي، إنفاق حكومي قد حكومي. يكون جاري أو استثماري، ما يهمش. اوكي It's not. إحنا فقط في نموذجنا، خلينا نرجع لك النموذج، نشوف. في نموذجنا ما وضعناش وضعنا فقط الإنفاق الحكومي إنفاق جاري. We didn't assume أن الحكومة عندها investment مثلا. هذا This is the expenditure.
This is consumption للأسر. This is the investment. This is government expenditure. أنا افترضت فقط أن أغير الجفرمنت اكسبنديتشر لهذا التوسع المالي. يعني لما أرفعه من جي 1 لجي 2 هذا المقدار الذي يرتفع به الإنفاق. This is fiscal expansion. اوكي طيب شكرا. بعد عندي بس سؤال صغير للتوضيح، انا ما انا ما درست ماكرو ايكونومي، فبس سؤال. لما نحكي تفضل. عن اوكي لما نقول عن سعر صرف مرن وثابت، يعني في سؤال انحط على الشات بس حضرتك ما شفته. الثابت فهمنا، بس والمرن انه بيكون بيتاثر بحسب الطلب عليه. طب كيف بحدد هو اذا قرار سياسي وهو كان مرن؟ يعني ما بتثبت بكل الدول، ممكن هذا يأثر على العملة. يعني في شوف فرق مرونة، في حد للمرونة معينة، كيف بتصير بهالحالة؟ يعني كيف بتصير القرار إنه يتاخد يكون مرن ولا غير ولا ثابت؟ شوف، يعتمد على الماركت، يعتمد على سوق الصرف. في الحالة الأولى الذي يكون فيها سعر صرف مثبت هذا قرار سياسي. نعم. أوكي؟ وبالحالة الثانية ما هو قرار نقدي، يعني جاي كمان جاي جاي خلينا نفهم الأولى فقط، تفضل. أنه في سعر الصرف المثبت هذا قرار البنك المركزي. نعم كيف يتم؟ يا إما هيستوريكلي القرار يبدأ دائما كيف وضعوه، لازم ترجع للتاريخ. لما استقال البلد وتأسس عموما يكون عملته تابعة للبلد الذي كان محتله كله، وبعدين يبدأ يتغير مع الوقت. لكن عموما لنفرض ان البنك المركزي هو الذي يحدده، والبنك عنده مجلس صرف وحاجه مثل هذه، ومحافظ بنك مع الخبراء يحددون السعر. في الحاله الثانيه اللي هو المرن، كومبليتلي مرن، يعتمد على سوق الصرف، على الاكسشينج ماركت. اوكي اوكي، في الاكسشينج ماركت انت لازم تعرفين انه البورصات فيه ناس يبيعوا ويشتروا مضاربين. اكيد ويت في الستوك ماركت، في السوق، مظبوط مظبوط فيه سيلرز اند بايرز، في ناس تبيع وفي ناس تشتري. صحيح. ايوه. وفي الـ في الـ في الـ الاسواق التقليديه، قبل ما تاتي الانظمه الالكترونيه، فكر في الأسواق التقليدية. هنالك في السوق يعرضون أسعار وهنالك طالبين، إلا أن يصلوا إلى سعر المقاس أو سعر التوازن وتتم العملية. زمان في البورصات عندهم فلور، اكسشينج فلور، وتشوف في هذوك المتعاملين يصرخون، وفي واحد يكتب بالطباشير في سبورة سوداء. الحين لا، ما عاد موجودة خلاص، الحين كله إلكتروني. يعني هنالك متعاملين يعرضون الأسعار للعملات بكميات كبيرة، وهنالك ناس يشترون، وتتم تتم 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 عملية البيع والشراء إلى أن يصلوا إلى سعر المقاس. احنا ما عندناش تسويق ماركت، we don't have exchange market بهذا المفهوم. We don't have سوق للليرة اللبنانية أو سوق للدينار الجزائري أو سوق كله. في أغلب الأحيان تتم وفق حاجة اسمها انتر بانك ماركت. يعني البنوك التجارية هي التي تحدد السعر في جلسات. عندهم سيشنز ويجتمعون فيها كل المضاربين في سعر الصرف، وتتم عملية البيع والشراء. وبالتالي أغلب السعر تحدده التوقعات المستقبلية للمضاربين. People، هنالك الذين يشترون ويبيعون في سوق الصرف، يعتمد على التوقعات. جزء كبير يعتمد على التوقعات. What will happen؟ جزء منها حقيقي، يستخدمون النماذج والمعلومات وكلها، بس جزء لا، جزء مضاربة، just speculative. نعم.
لذلك في كثير من الأحيان الذين يدرسون الأسواق يقولون أنها أسواق عشوائية، يعني ما فيش حتى ولو في هذا نماذج تكنيكال أناليسيس والفاندمنتال أناليسيس وكل هذه، في نهاية المطاف they are random markets، عملية البيع والشراء تتم في السوق وبالتالي تحدد السعر. في سؤال آخر؟ لا بس صار الحكي كثير بلبنان انه اذا بدنا بعد الازمه اذا بدنا نخليه مرن، بس انه هلا قرار نخليه مرن بلبنان صعب لانه ممكن يصير الف، يعني دولار واحد يصير ممكن يصير الف او آه ممكن يعمل هاي في بعض الأنظمة يسموه اوفر شوتينج. آه ممكن، بس عموما التعويم، ما احنا قلنا فيه، احنا قلنا التعويم نوعين. أمس في فري فلوتينج، وفي مع سقف معين مظبوط. ايه فري فلوتينج معناته أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد السعر، ما عنده ما يتدخل، ما يعمل عمليات اوبن ماركت اوبريشنز، ما يبيع وما يشتري في العمله. بس هذا في هذا الفري فلوتينج يعني حقيقي موجود في الدول المتقدمه، يعني السنترال بانك في يوروب ما يتدخل في تحديد العمله في اليورو او مثلا الباوند او سويس فرانك. عموما عندهم اسواق والعمليات التبادل بمليارات الدولارات يوميا، وبالتالي الماركت از فيري ديب ويتذبذب سعر الصرف لكن في حدود معقوله ستيبل، يعني لان ستيبل ماركت ما فيش لأنه واحد اقتصاد ستيبل كمان، ما فيش يعني واحد ما فيش واحد متعامل واحد، لان سوق تنافسيه ما فيش واحد في السوق يقدر ياثر به. الان ناتي للدول الناميه. الدول النامية لا تستطيع أن تكون عندها فري ماركتس، فري فلوتينج، صعب جدا حتى بما فيها لبنان. فلذلك شو يعملون؟ يعملون حاجة اسمها مانجد فلوتينج. سعر الصرف يتحدد في السوق لكن البنك المركزي يتدخل بالبيع والشراء، عنده عملة، عنده ديلينج روم، وعنده ستوك اوف اكسشينج، ويتدخل في السوق يبيع ويشتري لأنه عنده تارجت ريت. في المانجد فلوتينج عموما سوف تجدين أنه يتغير سعر الصرف وتغييراته قليلة، لأنه يا إما في الاكستشينج ماركت في السوق وفي العمليات المبادلات البنك المركزي يتدخل هيبلي، وبالتالي ما يخليش، لا يترك العملة تتدهور أو تتحسن حسب الأهداف الاقتصادية اللي واضعينها. فبالتالي اذا انتقل البنك المركزي اللبناني من فيكسينج اكسشينج ريت تو فلوتينج، بروبلي المانج فلوتينج از ذا بيست انسر، على اساس المرونه تكون مرونه محدوده وليس مرونه كامله حتى يتطور السوق. اوكي دكتور اوكي يعطيك العافية. شكرا شكرا في أسئلة أخرى؟ دكتور، نعم نعم تفضل دكتور تفضل يعطيك العافية على هذه المحاضرة الشيقة، وبنتشكرك وبنتشكر إدارة الله يسلمك. المعهد. بس سؤالي، هل تعتقد أنه سعر الصرف 89500 المعتمد في لبنان هو السعر الحقيقي لسعر الصرف؟ وبمعنى آخر أنه البنك المركزي انطلق، يعني تحول من سعر من سوق الصرف المثبت إلى المرن نوعا ما. لا مو تعتقد أنه المرن، لا مو 89000؟ المرن، استنى نصلح معلومه. نظام الصرف في لبنان الان، نظام الصرف بعد الازمه تحول من نظام احادي السعر الى نظام متعدد الاسعار في مالتيبل اكستشينج ريت، وهيك ولا غلطان انا؟ إيه نعم، بس رجع يعني كيف بده اقول لك، كان شالوا اول شال سنه في من 1005 انا و15 أنا مختلف. مو متابع. شوف، في سعر الصرف، في سعر السوق اللي هو قاعد يتدهور كثير، بس البنك المركزي ما زال عنده سعر صرف رسمي الذي يمول به العمليات الرسمية اللي هو 1500. وهيك؟ لا، لغايه من زمان. يمكن لغايه من زمان 1005 بطل موجود، صار في غير بطل 15 بطل حتى ألف اسعار عمليات مصرف شال لبنان على 89500.
لكل العمليات لا لكل لا، سعر الصرف لا الرسمي ال الصادر عن المديرية هو 15000، بس اوكي نجيب هلا 15000 بطل في 1500 معك 15000 صح، بس نجيب هلا إفادة من المصرف المركزي اللي ندفع عليها 15 بالصرفيات ندفع على 15000. وال 1500 لا 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 بطل في شيء اسمه 1500 خلصت ما في رسمية المعتمد 15000 هلا 15000 نفسه في سعر السوق ولا في ما زال في سوق سوداء؟ ست سعر أضعاف سعر السوق، سعر السوق هو هلا ست 9 أضعاف كم يعني سعر هو السوق؟ سعر، هو سعر السوق وسعر الصرافة بس صاروا مثل بعضهم ووحدوا لا لا يا لا عم، سعر السوق السوداء كم؟ لا لا كأنه 30 تثبت ألف لا 30 ألف لا لا 89 و500 في سعر كم؟ صايرفة يا دكتور 39 و500 89 89 89 89 و500 لا هذا مش سعر السوق، هذا سعر صايرفة في سعر بعض صايرفة ايه بس هو المعتمد والسوق، وهذا سعر السوق كمان يعني هذا سعر هذا هو السوق السعر السوق، هذا بين تقريبا مثبت على السوق 89 و300 و700 يعني بتغير شوي لهامش، في عنده هامش اوكي. انا اطرح الاسئله هذه عن قصد، لانه سأل سؤال راح نجيب عليه بعدين في المحاضره، سؤال سابق لاوانه، بس معلش سأل ما هو سعر الصرف الحقيقي لليره اللبنانيه؟ هذا هو السؤال، يعني ما هو السعر الذي يجب على البنك المركزي نعم ان يثبته في 89 الاقتصاد؟ و500 بين ال 45 ألف و 50 ألف لا خلينا نقول السؤال، لا سؤال احنا ما ندري، نقول بانه ما هو سعر الصرف الذي يجب ان يسود في البلد؟ سعر بويت الطلب، الطلب يعني السعر الحقيقي بين الطلب والعرض، ما فيش حاجه هذا اسمها السعر السعر يا دكتور، هذا الحقيقي. السعر تتحكم فيه الكتلة النقدية الموجودة بالسوق، يقال الاقتصاديين بيقولوا انه هو بين 45 الف و 50 الف لازم يكون. لا لا شوف خليل، كلمة اصبر الحقيقي شيلوها، ريل لازم لأنها يكون بين 89 و 500 او 83 و 700 مثل ما السعر اللي عم يتداولوا السوبرماركتات وكل أنا المحلات. جاي، نعم أنا نعم جاي هذا هو، شوف نعم كلمة حقيقي 89 شيلوها. و 500 لا يا عمي سعر الصرف الحقيقي اكثر من هيك بكثير، ما في أوكي شوف سياسة مدروسة لتحديد سعر الصرف، هو إيه السوق عم لسه يلعب والفوضى ما جمعية في. المصارف عاملين دراسة بيقولوا انه سعر الصرف الحقيقي اكثر من هيك بكثير، بس اوكي هلا السعر خلونا المتداول ايه نشوف، خلونا نثبت المفاهيم وبعدين نجيب على السؤال. خليها حزايرة يا دكتور اي كلمة الحقيقي شيلوها ما تستخدموهاش، لانه ايه. ريل اكسشينج ريت عندها معنى ثاني راح نتكلم عليه الحين. سعر الصرف الحقيقي اللي هو بالانجليزي ريل اكسشينج ريت، ذاتس ديفرنت ستوري، نقصد بها حاجه ثانيه. لكن انتم تريدون ان ما هو سعر الصرف الواجب اتباعه من طرف البنك المركزي في اي دوله؟ هل يوجد سعر مفضل ام لا؟ هذا هو السؤال. السؤال الاجابه عليه كالتالي، انه اي دوله عندما تضع نظام صرف او سعر صرف يجب على سعر الصرف الذي تتبعه ان يكون يحقق التوازن الاقتصادي، يسموه equilibrium exchange rate او سعر الصرف التوازني. سعر الصرف التوازني يقصدون به القيمه، قيمه الصرف الواجب الوصول اليها لكي يكون سوق الصرف متوازنا، انا العرض يساوي الطلب. واذا كان السعر اقل من سعر التوازني فانه سوف يا اما سوف يؤدي الى اوفر فالويد اكسشينج ريت او اندر فالويد اكسشينج ريت. احنا عندنا مؤشر، طبعا التحليل في ظل الازمه صعب، هو المفروض السعر التوازني يكون سائدا في ظل ظروف اقتصاديه عاديه، اما في ظل ظروف الازمه ف it's very difficult نقول فين هو سعر الصرف. بس عندنا مؤشر انه سعر الصرف الرسمي اللي هو كم 15000 ربما ليس هو سعر الصرف التوازني،
لان سعر الصرف السوق الحره اللي هو انتم تسموه سوق سعر الصرافين هو 89500 مهد. فبالتالي ممكن البلاك ماركت ولا الفري ماركت ريت هو يمثل سعر صرف التوازن. لكن ممكن العمله تتدهور الى ارقام فلكيه. لكن تذكروا امس انا قلت لكم سعر الصرف الاسمي هو فقط كاونتنج يونيتس، فممكن إعادة الحسابات بحيث نعيد الأرقام كلها ونغير الأرقام كلها في البلد مثل ما حصل استاذ بالباسا، في تركيا، مثل ما حصل في تركيا. لأن يعني تركيا مرت بتجربة قاسية هايبر انفليشن، وارتفعت فيها الأسعار إلى أسعار خيالية. ومن بين نجاحات حزب العدالة والتنمية أنه غير نظام الأسعار في البلد، فحول كل مليون ليرة إلى 1 دولار. أو الاتحاد الأوروبي، الدول لما انضمت إلى العملة الموحدة إلى اليورو، تخلت عن العملة السابقة وتبنت عملة جديدة. ممكن تصير يعني. بالأرجنتين نفس الشيء، كثير من الدول يغيرون نظام الصرف، يغيرون النظام كله، نظام الأسعار كله. خلينا إذا ما فيش أسئلة ثانية نتكلم على إشكالية القياس وإدارة سعر الصرف، وبعدين نجيب على هذه القضايا الموجودة في لبنان. شوف، في البداية ما سعر الصرف ما تكلمناش عليه لما كان في اقتصاد مغلق، يعني ما نحتاج نفرق ما بين السلع المحلية والأجنبية والطلب عليها. ان الاوبن ايكونومي، التفرقه في سعر الصرف تصبح مهمه جدا، لان التجاره الخارجيه تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المحلي. ومن يقول تجاره خارجيه معناته يقول ان هنالك اسعار محليه واسعار اجنبيه. وسعر الصرف الاسمي يستخدم لتحويل الاسعار المحليه الى اسعار اجنبيه. هاي الاولى. وبالتالي لما نشتري ونتعامل الخارج نحتاج إلى سعر الصرف لكي نحول الأسعار المحلية الأجنبية. في نظام تجارة حرة بيور، سوف نفترض بأن الصادرات والواردات تتحدد بالقوى الاقتصادية، وهذا بعيد عن الواقع لأن السياسيين يتدخلون في التجارة الخارجية، يا إما يضعون حصص، يضعون تعارف عالية على الواردات، يضعون عقوبات على بعض الدول، لا يصدرون لبعض الدول، يمنعون. في قضايا كثيرة تؤخذ بحيث أن التجارة الحرة البحتة أمر واقع. لكن عموما حجم التجارة الخارجية يتحدد بالصادرات والواردات. مجموع الواردات والصادرات للناتج المحلي الإجمالي يسمى حجم التجارة الخارجية، أو درجة مساهمة التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني. هاي عندكم، هذا الانفتاح التجاري، this is a trade openness. شوفوا في الدول التجارة منخفضة، basically Egypt، خذوا مثال Egypt الواردات والصادرات تشكل 28% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. أن حجم التجارة الخارجية قليل مقارنة بالسوق المحلية. إيجيبت عندها سوق محلية كبيرة، 100 مليون مواطن، وبالتالي التجارة لا تشكل جزءا كبيرا في المعاملات الاقتصادية. تأتي معها الجزائر 51%، والسعودية، اليمن ما تحسبوهاش في حالة حرب وكله، وبالتالي هذا انخفاض التجارة لأنه عدم عقوبات مع عقوبات. لكن شوفوا لبنان، جيبوتي والإمارات، ركزوا على هذا. جيبوتي it's very high trade is very high، لأنها جيبوتي البلد كله منطقة عبور، والتجارة عالية فيها للناتج المحلي الإجمالي،
لأن عبور السلع الإثيوبية تمر كلها عن طريق جيبوتي. It's a trade route أو طريق تجاري. فبالتالي أكيد أنه ميناء جيبوتي يشكل جزء كبير، ميناء واحد فقط يشكل جزء كبير من الناتج المحلي، وهي دولة فقيرة باي ذا. ناتي الآن الإمارات. الإمارات تقريبا التجارة الخارجية تشكل ضعف 200 تقريبا، يعني 188 تشكل تقريبا ضعف الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات it's around 500 billion، 500 مليار دولار. والتجارة الخارجية إذا ضربناها في اثنين معناتها 1000 مليار تريليون. من أين أتت كل هذه؟ واو، من أين أتت التجارة كلها؟ هذا أيضا ليس طبيعيا. لماذا؟ لأن الإمارات فيها حاجة اسمها إعادة تصدير، ري اكسبورت اكتيفيتي، تجيب السلع من العالم كله، من تشاينا وكله، وتعيد تبيعها. الري اكسبورت اكتيفيتي عالي. لبنان نفس الشيء، من بين الدول اللي فيها التجارة الخارجية عالية جدا، 114 سنة 2022. أن الصادرات والواردات، الصادرات والواردات تشكل تقريبا نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي. معناتها اكسبورتس زائد امبورتس تساوي الناتج المحلي الإجمالي، which is huge. هذا يقول أو يؤدي بنا إلى أن سعر الصرف يؤثر على النشاط الاقتصادي في البلد. هاي الآن شوفوا، الآن أنا غيرت الكلام. كنت أقول لكم من قبل أن سعر الصرف هو فقط وحدة قياس لتحويل الأسعار المحلية إلى أسعار أجنبية، لكن سعر الصرف كجميع الأسعار في دالة الطلب يؤثر على الصرف. This is the history of exchange rate in Liberia. في مرحلتين، مرحلة ما قبل الحرب الأهلية كان مستقرا ثابتا عند مستوى 6.5، كان 3.7 وأصبح في نهايتها قبل الحرب تقريبا 6.5، بس كان very low stable very low. طبيعي الحرب اللي سوت فيه أزمة كبيرة رفعته إلى تقريبا عند نهاية الحرب إلى 1741، انخفض شوي، بس بعدين البنك المركزي حافظ على ثباته عند 1500 لغاية، أنا ما عنديش بيانات، يعني بيانات 2022، ما فيش 23. كيف استطاع أن يحافظ عليه ثابتا؟ من بين الأدوات للحفاظ على من بين الأدوات للحفاظ على العملة في ظل ارتفاع أسعار حرية التحويل وحرية التنقل، أسعار الفائدة، interest rate policy. شوفوا الانترست ريت في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 82 إلى 2018، وشوفوا الانترست ريت في لبنان، يعني وصلت في بعض الأحيان إلى 45 25 20، بس ستيل فيري هاي. وبعدين مع تدهور الضغوطات بدأت ترتفع مرة ثانية. هذا البيهيفير بتاع السياسة النقدية، أنك ترفع سعر الفائدة بشكل أساسي لكي تستقطب الاستثمارات بالعملة المحلية، أدى إلى تدفق رأس المال في لبنان إلى فترة معينة مع بقاء العملة ثابتة، لأن العملة هنا الدفاع عن العملة سهل، لأن في ظل تدفق رؤوس الأموال نتيجة ارتفاع سعر الفائدة يصبح الديفنس على على العملة بسيط، مش دكتور فيني بس استفسر، لا يحتاج كثير. لا، هنا الدفاع عن العملة لا يحتاج كثير إلى ريزيرفز، ما دام في انفلوز، والانفلوز متأتية أساسا من الشتات اللبناني لكي يستثمر في ودائع في البنوك التي تعطيه انترست ريت اعلى من المستوى العالمي. تفكير على هذه؟
يعني اسأل شيء لو سمحت. نعم. بقدر اسألك شيء لو سمحت؟ اكيد تفضلوا. بليز جو اهيد. نحن بالأساس اشتقنا لك، يعني إلنا فترة ما سمعنا صوتك وشفناك الله يسلمك، انا بالشغل. تمنيت، انا امس كنت اقول السكرتيره بتاعي قلت لها صار لنا زمان ما مشيناش بيروت. يعطيك ألف عافية، خليك بالهمني الله أنت يسلمك، ان شاء الله نلتقي، والمعهد ان شاء الله نلتقي. وقيمين على المعهد. الله نحن يسلمك. بس بحضرتك عم تحكي بأسعار الفائدة العالية بلبنان، وهذا بيؤدي إلى ارتفاع بالسيولة النقدية. ايه دخول راس المال الاجنبي. صح، بس نحن ما بتظن حضرتك انه السياسة النقدية التقشفية تعتمد احد الادوات اللي هو رفع سعر الفائدة من اجل امتصاص فائض السيولة؟ يعني كيف هون رفع سعر الفائدة عم يكون سلاح ذو حدين، مرة عم يزيد السيولة من التدفقات الأجنبية، ومرة عم يكون أداة لكبح التضخم من خلال جمع السيولة أو تنشيف السيولة، لو سمحت. طب طب ايه هو في تو ايفكتس، في الاثرين مع بعضهم، لان الماني سبلاي، الماني سبلاي تحسب كالتالي: هي القروض الممنوحه للاقتصاد زائد صافي الارصده الاجنبيه، تدفق الأرصدة الأجنبية اللي هو النت فورين اسيتس يسموه. هذه شكل الماني سبلاي. فالماني سبلاي فيها حدين: القروض اللي لما ترفع سعر الفائدة أكيد القروض، الطلب على القروض سوف ينخفض. This is the negative effect. فبالتالي التشدد في السياسه النقديه عن طريق رفع سعر الفائده سوف يؤدي الى التحكم في الكتله النقديه عن طريق هذا الشانل. هذا بافتراض عدم وجود الشانل الخارجي الثاني. لكن لنفترض بان ارتفاع اسعار الفائده ادى الى that's why لما تحسب لما نرجع بعدين نشوف الاستثمار والادخار في لبنان تجده دائما انه سالب. للاسف الشديد انه في لبنان السيوله النقديه المرتفعه ذهبت اغلبها لتمويل الاستهلاك وليس الاستثمار نتيجه ارتفاع اسعار الفائده. لأنه السيدة عالية، صح، بطل في التسليم. لان في لبنان لو تحسبون الاستهلاك المحلي على الناتج المحلي الإجمالي سوف تجد أنه مرات يفوق الناتج المحلي الإجمالي، إن لم يكن في حدود 90% من الناتج المحلي الإجمالي اللي هو الاستهلاك الخاص. لكن الخطورة مو هنا، الخطورة مو هنا، الخطورة هنا أنا ترتفع السيولة نتيجة التدفق، لأنه وضعية خاصة للبنان أن الشتات اللبنانيين واللبنانيين لا يقيمون المخاطر مثل الأجانب. فيها العامل النفسي، اللبناني يعرف بلده وبالتالي لا ينظر للتقارير الدولية حول المخاطر وإسرائيل وتقلبات الأوضاع، كل الكلام هذا اللي ياخذه شركات متعددة الجنسية والانفستمنت فاند وما ادري شنو، يقول لك لا ما تستثمرش لان ذيس از هاي ريسك كانتري وكله، وبالتالي الاف دي اي والبورتفوليو من الاجانب ما يجيش، المواطن يجيب امواله ويستثمرها في بلده متعود. فأدت إلى عموما سوف نفترض في الكلام هذا أن تدفق صافي الأرصدة الأجنبية نت فورين أسيتس كان أعلى من أثر ارتفاع الفائدة على القروض، على انخفاض القروض، وبالتالي الماني سبلاي ترتفع. متفقين على هذه الملاحظة في لبنان؟ This is very basic حتى تفهمون ليش فعلا حصلت الأزمة. متفقين؟ كان أوكي. الوضع مظبوط. الآن نشوف، أنا بين الأشياء اللي خلينا نشوف جزء كبير الذي يفسر سعر الصرف وكله اللي هم الفاندامنتالز، أساسيات الزر. لبنان دولة نتيجة حدوث الأزمة معدل التضخم فيها عالي، فيري هاي، معدل تغير التضخم ايضا از فيري هاي، لانه ارتفع من مستويات منخفضه الى مستويات عاليه. التضخم سنه 2022 ذا هايست. ممكن انا مش واضع السودان
ما عنديش بيانات 2022 في السودان، بس السودان ايضا تكون هي من بين الدول اللي فيها تضخم كله. بس التضخم هذا اللي حصل صاحبه معدل تغير سنوي لسعر الصرف. This is the التغير في سعر الصرف 18% سنويا يتدهور، لكن very volatile 67 فيها معدل التغير في تغير العملة. وبالتالي التغيرات في سعر الصرف وفي قيمة العملة عالية والتضخم عالي. That's very important. شوف الدول الأخرى، بالرغم احنا في مرحلة عالية في التضخم، بس البحرين 3.5، بالرغم ان البحرين very open و very stable interest rate، والبحرين عندها مديونية عالية مثل لبنان. البحرين it's almost the same مثل لبنان، لكن عملية تمويل الاقتصاد تختلف، لأنه قبل من نتقدم في تحليل النموذج، probably لما نأتي نفسر لماذا انهارت العملة ولماذا وقعت الأزمة، من بين النماذج التي تفسر اللي حصل، وهو أنه الأموال هذه اللي كانت تدخل هذه التدفقات المالية كانت تذهب إلى تمويل الإنفاق الجاري للحكومة بأسعار فائدة خيالية تطبقها البنوك على الورق الحكومي، على السندات الحكومية. فبالتالي البنوك كانت مستفيدة من هذه العملية. لما الحكومة لم تستطع أنها تمول، أو إيراداتها أصبحت قليلة مقارنة بإنفاقها، توقفت عن شراء الدين أو شراء الدين بتاع البنوك، وبالتالي أدى إلى انهيار المنظومة. فخلينا نشوف كيف كله. أوكي، سعر الصرف الآن، مرتبط بالميزان التجاري. الميزان التجاري عندنا اللي هو التريد بالانس هو فقط الصادرات ناقص الواردات. إذا ارتفعت الواردات أكثر من الصادرات، فعندنا خروج العملة أكثر من دخولها، وبالتالي من المفروض يؤدي إلى تدهور العملة. أو إذا كان سعر الصرف ثابت يؤدي إلى انخفاض الاحتياطي من العملة، لأن الحكومة مضطرة أن تمول التجارة الخارجية، يا يعني إما تمولها بإيراداتها أو أنها تؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي، لأنها سوف تمول الواردات بقروض، أو الفرق الميزان التجاري تمول الميزان التجاري باللجوء إلى الدين الخارجي. في فكرة أخرى في الاقتصاد لما نجي نحلل الأداء، أنهم يفرقون ما بين السلع tradables and non-tradables. يعني عندنا مجموعة من الإنفاق الحكومي أو الإنفاق الخاص على سلع قابلة للتجارة، يعني قابلة للتجارة معناها يمكن أن نصدرها ونستوردها، بس هنالك سلع لا تستورد لأنها تتطلب انتقال المستهلك إلى البلد. مثال، ما هي السلع غير قابلة؟ سوق السكن. إذا كانوا الإيجارات منخفضة في لبنان مقارنة بسوريا، حتى تستفيد لازم تنتقل تسكن في لبنان. You cannot buy it. نفس الشيء مثل الخدمات التي تقدم، مثل البناء، مثل الحلاقين إلى آخره، مثل المستشفيات، خدمات المستشفيات كلها. إذا أردت أن تعالج، في كثير من الناس يروحوا لبيروت يعالجوا. This is non-tradable. معناتها I cannot ما فيش cross border trade. فينظرون في كثير من الناس يحللون سعر الصرف أنه لما ترتفع السلع غير قابلة للاتجار اللي هي ما تدخلش فلوس من الأجانب مقارنة بالسلع القابلة للاتجار تؤدي إلى تدهور العملة. بس سوف نكلم. لكن عموما أن الناس أو ما نسميهم إحنا economic agents مش فقط يختارون بين الاستهلاك والادخار، يعني مش فقط أنا وظيفته يستهلك ويدخر من دخله، وإنما الشراء والإنفاق على السلع المحلية والأجنبية. لأنه يعني أي كونسيومر عنده مجموعة من السلع المحلية والأجنبية يختار منها، وبالتالي سعر الصرف يصبح مهم في تحديد السلع الأجنبية بالعملة المحلية. بس هذه العملية هذه سوف نسميها سعر الصرف الحقيقي، Real Exchange Rate. لأن سعر الصرف الاسمي Nominal Exchange Rate
لا يقيس القدرة الشرائية أو القوة الشرائية للعملة. اللي الآن في الاقتصاد أنا ما يهمنيش سعر الصرف الإسمي، how much money I should give لشراء دولار واحد. أنا اللي يهمني سعر الصرف الحقيقي، أن ما هي قيمة السلع المحلية التي أشتري بها السلع الأجنبية. That's the real exchange rate. يعني الريل اكسشينج ريت او سعر الصرف الحقيقي يعبر عن القوه الشرائيه للعمله المحليه. فلذلك سعر الصرف، يعني قبل ما نقيس سعر الصرف بيفور وي ميجر سعر الصرف، لازم تعرفوا ان سعر الصرف ممكن نعبر عليه بطريقتين، يا اما عدد واحدات من العمله الاجنبيه مقابل كل وحده من العمله المحليه، هذا نرمز له بإي، يعني نقول انه كم يساوي الليرة اللبنانية، واحد ليرة لبنانية للدولار هي واحدة على 1500، أو عدد الوحدات المحلية مقابل كل عملة أجنبية اللي هي نقد نعكس فقط، اللي هو دولار ليرات مقابل 1 دولار. سعر الصرف الإسمي عندما يكون ثابت لا يتغير، ليس معناه أن سعر الصرف الحقيقي لا يتغير. هو هذا المشكله في الاقتصاد، ان الناس يركزون على سعر الصرف الاسمي، على النومينال اكسشينج ريت، لكن في الحقيقه في الواقع ان سعر الصرف الحقيقي ممكن يتغير. ليش؟ لان الاسعار، فارق التضخم ما بين البلدين يتغير. لذلك احنا لازم نحسب سعر الصرف الاسمي والحقيقي. سعر الصرف يتذبذب، و التذبذب بتاعه او التغير بتاعه تختلف تسميته حسب سوق الصرف. اذا كان سعر الصرف مثبت fixed exchange rate، سوف نقول عندما يفقد قيمتها نقول تخفيض devaluation. تخفيض معناته ان سعر الصرف لم يتغير بقوة السوق، وانما تغير بقرار، أو أوفر فالويشن ترفيع. لكن لما يكون سعر الصرف عائم أو مرن، ما نقولش ديفالويشن أوفر فالويشن، نقول أبريسيشن ديبريسيشن. معناته سعر الصرف ممكن يتحسن هيس أبريسيشن نتيجة قوته في السوق، أو يتدهور. وبالتالي من المهم جدا أنه عندما نعرف نظام الصرف الذي نتبعه نستخدم العبارات. كيف نقيس سعر الصرف الحقيقي؟ How do we measure this؟ أوكي، سعر الصرف الحقيقي حتى نبسطه ناخذ مثال. واحد يشتري مرسيدس في ألمانيا، وواحد يشتري كاديلاك في أمريكا. أيهم كيف 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 نعرف القدرة الشرائية لليورو والقدرة الشرائية للدولار؟ سعر المرسيدس يساوي 100,000 يورو في السوق الأوروبية. إذا أردت تحوله إلى دولارات، 100,000 مضروب ب 0.91 يساوي 91,000 دولار. That's the Mercedes price. هذا سعرها المحلي 100,000 يورو، هذا سعرها الأجنبي بالدولار. إذا اعتبرنا اللوكال ماركت هي أوروبا، ممكن نعكسها. سعر الكاديلاك بالدولار 41,000. لو نحسب سعر الصرف الحقيقي، يعني واحد راح يشتري يا مرسيدس يا كاديلاك، لو نحسب قيمة سعر المرسيدس بالدولار مقابل سعر الكاديلاك يعطينا سعر صرف 2.21. ليش؟ لأنه بسعر المرسيدس 91,000 دولار، لما أقسمها على 41,000 دولار اشتري 2 كاديلاك وشوي. يعني الامريكي بيشوف الدولارات يتصرف، يا اما يشتري مرسيدس او يشتري دولار ويقرر. في هذه الحاله مقابل كل مرسيدس هي كان باي تو 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 كاديلاك. فبالتالي الدولار مقارنه باليورو، شوفوا كيف تحول، كان 1 دولار اقل من اليورو
في النومينال، وهيك 0.91. في الريال يساوي 2. يعني سعر الصرف الحقيقي لو نقيسه بالقدرة الشرائية للسلع داخل السوق المحلية يختلف عن سعر الصرف النومينال أو سعر الصرف النومينال. المشكلة في هذا المثال، هذا ما تأخذ بعين الاعتبار هذا المثال، لأنه مبني على سلعتين أو على سلعة واحدة. ممكن واحد فيكم يقول لي دكتور المرسيدس في المواصفات تختلف عن الكاتيلان، not the same commodity. نقول له عندك حق. بس في المرسيدس هون بهذا المرسيدس المثال، المرسيدس تختلف في المواصفات، وفي الاقتصاد يسموه product differentiation. واغلب المنتجات في الدنيا مختلف، ما فيش سلعة في الدنيا تساوي نفس المواصفات الفنية والاقتصادية لسلعة ثانية. Most of the goods are differentiated. فلذلك سوف نحتاج إلى مقياس عام. بس يعني أستاذ في دكتور ملايين في ملايين السلع في عفوا، ملايين السلع في الدنيا، في فوي سؤال كانوت وي كانوت ميجر بسلعه واحده. انا هذا فقط اعطيته لكم كمثال تفهمون، حتى تفهمون وات از ريال اكسشينج ريت. بس أستاذ بالقاسم، ايوه بس بلا في اندكس اسمه هو اللي بيطلع من الاي سي بي International Comparison Program، بيطلع البي بي بي، هو انا جاي ما البي هيدا بي اللي بي. عم تحكيه لا يعني. شوف على ايه، بس لانه هذا على سلع وبعدين نعممه على جميع السلع. ايه بس هو هيدا موجود يعني، مش انه في هذا مقارنة مش موجود. ايه لا شوف، تعملوه قبل ما يعني. نصل للجنرال برايس، قبل ما نصل للجنرال برايس، فيه سلعة هي متجانسة وتستخدم لمقارنة الأسعار الصرف الحقيقية في الدول. ما أعرف إذا سمعتوا به، بيج ماك إندكس. هاي بيج الساندويتش ماك، بتاع ماكدونالدز. ها؟ اوكي أوكي. البيج ماك إندكس يستخدموه لقياس السعر أو القدرة الحقيقية للعملة، لأنهم يقولون بأن تحضير الساندويتش البيج ماك متجانسة في كل دول العالم، تخضع لنفس معايير ومقاييس ماكدونالدز. That's why they use it. بس تبقى still متجانسة لكن سلعة واحدة. فلذلك احنا نحتاج مثل ما قلتي، في الكواليتي نحتاج كمان هون يا استاذ، نعم؟ في الكواليتي كمان، ما هي ال لا يقول لا، we suppose في البيج ماك we suppose the quality is the same. لأنه يخضع لإنتاج الساندويشة، يخضع للتفتيش ماكدونالدز أينما كان، المفروض ينتج وفق المواصفات اللي هي تتبع لماكدونالدز. ممكن يكون التفتيش ضعيف في دولة معينة او كل اوكي ممكن، بس خلينا من المثال لنفرض كيف نحسبه ان جنرال. ان جنرال شو عندنا حاجة في حتى نقيس التضخم. التضخم يقاس بحاجة اسمها مؤشر الأسعار، هيك مو هيك؟ حاجة اسمها برايس اندكس. برايس اندكس مؤشر الأسعار أو مؤشر أسعار الاستهلاك، هو جهاز الإحصاء في كل دولة شهريا يقدم متوسط مرجح أو مثقل للأسعار في البلد. يعني جهاز الإحصاء في لبنان أو ما أعرف شو اسمه أو ده هيئة الإحصاء، استاذ، بس خليني اقول مداخله، لانه يعني انا الشخص باداره الاحصاء المركزي المسؤول عن مؤشر اسعار الاستهلاك بلبنان، فبس اوكي حبيت تفضل. اوكي مظبوط اللي عم تحكيه. هو اداره اسمها الاداره الجهاز اداره الاحصاء المركزي، نحن تابعنا رئاسه مجلس الوزراء، ايوه وبنزل كل شهر 21 من كل شهر مؤشر اسعار الاستهلاك، وهو بقيس مثل ما كاتب حضرتك، هو بقيس هو متوسط ترجيحي لمجموعة من السلع والخدمات. هلا أكيد في له منهجية معتمدة خلاص مقربة بكل الدول، سموها لاست فير اندكس.
ومرجح بمفروض بإنفاق المستهلك على توتال السلع، على مختلف سلع. صحيح. It's a weighted average. أوكي؟ طيب نعم أوكي. فبالتالي نستطيع أن نحسب سعر الصرف الحقيقي، هذا إبسيلون، هذا هو مؤشر الأسعار في الدولة في العالم أو في الأجنبي مضروب في سعر الصرف، نحوله إلى أسعار، هذا السعر، الأسعار الأجنبية بالأسعار المحلية. This is the foreign price in local prices. For the foreign goods in local prices. ونقسم على متوسط، على الأسعار المحلية اللي هو الكونسيومر برايس اندكس، الكونسيومر برايس اندكس الليبرال في ميساء، اسم ميساء، ميساء مقدام، ياسر تفضلي. ياسر تفضلي. دكتور، عفوا على المقاطعة، بس لحتى ما نبعد عن السلايد اللي كنا عم نحكي عنه، حكيت حضرتك عن الفرق بين سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الحقيقي. ايوه هلا الفرق بيناته نحن فينا نعتبره انه هو اللي بيعكس لنا نسبة التضخم بأي بلد. ايوه طيب يعني يعني شوفي، نحن هذا عفوا شوفي، this is the formula. اي نفترض انها ثابته لا تتغير، اذا افترضنا في نظام الصرف مثلا 1500 ليره لكل دولار، فبالتالي سعر الصرف يتغير، سعر الصرف الحقيقي سوف يتغير نتيجه تغير الاسعار النسبيه الاجنبيه والمحليه. بس لما this is the difference, this is the price difference اللي يؤدي إلى تغير السعر الحقيقي لما يكون الأسعار الإسمية ثابتة. أوكي؟ خلينا نشوف، هاي أمثلة. This is عمان. This is Egypt. اللي بالأحمر هذا سعر الصرف الإسمي في عمان، لم يتغير منذ 40 أو 50 سنة، 0.38 للدولار. لكن نتيجة تغير الأسعار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، أنا ماخذ الريفرنس كنتري هي الولايات المتحدة الأمريكية، السوق الدولية، وعمان، أدى إلى في البداية إلى تدهور سعر الصرف الحقيقي. شوفوا ارتفع، ما قلنا لما هذا ثابت، ولما يرتفع مع أن تتدهور، 0.38 وارتفع 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 2006 2007 to the maximum، وبعدين بدأ يتحسن، وبعدين أصبح تقريبا the same، ما فيش difference في الانفليشن، أصبح ثابت لأن يعني التضخم في عمان بدأ ينخفض، لكن بعدين بدأ عمان يشهد فترة من التضخم جديدة أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية. This is the gap. معناته أن أسعار الولايات المتحدة الأمريكية، أسعار عمان ارتفعت أكثر من أسعار الولايات المتحدة الأمريكية. That's why the real exchange rate بدأت تبتعد عن سعر الصرف الرسمي. كيف نحسبه؟ كيف حسبنا؟ جبنا خلينا نبدأ بعمان. جبنا الكونسيومر برايس اندكس لعمان سنة الأساس 2010، وهذا من 2000 لغاية 2022، وارتفع البرايس اندكس من 47 74 الى غايه 117. فالتغير السنوي هذا يعكس معدل التضخم في عمان. سوف نقسمه لليو اس اي، كونسيومر برايس اندكس للولايات المتحده الامريكيه، هنا يو اس اي كان تقريبا ذا سيم 74 79، شوفوا، لكن هذا اليو اس اي كونسيومر برايس اندكس في اليو اس اي 134 170. وبالتالي نحسب الريال اكسشينج ريت وفق الفورميلا، نضرب سعر الصرف باسعار الولايات المتحده الامريكيه ونقسمها على اسعار عمان، ويعطيني هذا، يعطيني هذا. خلينا نشوف لبنان احسن. رايت، انا طلعت لكم لبنان. This is Lebanon. This is the official exchange rate 1507.5 ثابته لا تتغير لغايه 22. This is the official، مكتوبة من البنك الدولي. Official exchange rate, local currency per US dollars, period average. Okay؟ والمعلنة والرسمية والتي لا تتغير، الموجودة والمثبتة لدى الـ IMF.
الكونسيومر برايس اندكس في لبنان في البدايه كان اوكي يعني لغايه هنا، وبعدين بدا يتسارع. شوف ما بين 2021 ل 2022، this is هايبر انفليشن. بكره نتكلم على التضخم واستهداف التضخم وانواع التضخم الى اخره، بس this is very high inflation. يعني بدات تتسارع من تقريبا من هنا، بدات تتسارع معدلات التضخم، بينما في الولايات المتحده الامريكيه it's stable. شو اللي حصل؟ This is the nominal exchange rate 1507. This is official exchange بالأحمر، official exchange rate local currency per US dollars. حسبنا الريال exchange rate، وفي في 2009 2010 ما كانت بعيدة كثير. It's almost gap بسيط مقبول جدا هنا. This is the real exchange rate. This is the nominal. النومينال 1507، الريل اكسشينج ريت 1542. هذا مؤشر اللي سالني السؤال من قبل، ما هو سعر الصرف الحقيقي؟ يعني انا اقول لك هنا سعر الصرف هو ستيبل او بروبابلي غير بعيد عن مستوى التوازن الذي وزن السوق، لكن بدا يتجه اتجاها هنا. شوف لغايه 2020، this is the هذا الجزء الأول، فيه انحدار بسيط بس فيه انحدار. احنا قلنا لما ينخفض كده، لما ينخفض من 1045 إلى بدأ ينزل، هذا بدأ يتحسن. This is the real appreciation. هذا نزول، this is the real appreciation. ليش ريال ابريسيشن؟ لان الاسعار المحليه اصبحت اعلى من الاسعار الاجنبيه، وهنا كانوا تقريبا متساويين، بعدين بدات اللي هو تكبر. هنا 117 106، 119 108، 115 108، 114 119 126، بعدين 240. هنا انهيار، هذا مش تحسن. هنا العمله سعر الصرف الحقيقي في سنه 2021، هذا طبعا this is the crisis period. لكن لما يتحسن سعر الصرف الحقيقي الان اللي بالازرق، لما يتحسن سعر الصرف على مدار 2010 الى غايه 2020، والبنك المركزي لا ياخذ هذا بعين الاعتبار ولا يعدل الوضع، يعني لا يتحكم في التضخم، ويصبح التضخم في لبنان أعلى من التضخم مع المنافسين الآخرين، معناتها I'm losing competitiveness. أنا تنافسية اقتصادي، يعني سعر الصرف الحقيقي في كثير من الأحيان يعتبره مؤشر للتنافسية. My prices are higher، معناتها I'm losing competitiveness في السوق الدولي. هاي التنافسيه السعريه، ممكن في تنافسيه اخرى مش شرط السعر، بس عموما السعر، التنافسيه السعريه تحدد جزء كبير من التنافسيه في السوق. استاذ، بس بنفصل بس سؤال اذا بتريد. تفضلي. بس انه شيء غريب انه يكون هذا الشيء لبنان، يعني ولا بحياته راح يكون وضعه احسن من امريكا يعني. بس هون سؤالي، هل هاي الشيء بيعتمد، لانه نحن كان نعتمد كثير على الاستهلاك، يعني الاستيراد، يعني احنا ما كويس في تنافسيه اذا كل استهلاكنا جاي من برا، يعني انه ما في كثير. اذا بناخذ الاستيراد ناقص الصادرات والواردات بيطلع نيجاتيف، أي فنحن ما في عنا تنافسيه بهذا الموضوع، لانه اصلا انتاجنا يعني صادراتنا قليله. فكيف بتفسر هذا الوضع اللي كنا فيه نحن؟ ما بعرف، في مصاري عم تجي كثير يا وعندنا أولياء، ما بعرف. لأنه it's very simple, it's very simple. تفسيرها بعدين لما نصل للأزمات ونفسر الأزمات، نشوف
نشوف واي واي وات هابن اند واي. بس عموما لانه اوفر الميزان الخارجي في لبنان يمول بالديون الخارجيه اللي هي اساسا كانت او بالتدفقات اللي كانت تدخل الى لبنان، كانت تسمح بتمويل اغلب التدفقات الاجنبيه بالعمله الاجنبيه، فكانت تسمح بتمويل هذا السلوك الاستهلاك وليس الاستثمار. لو استخدمت هذه التحويلات الى استثمارات راحت الى بنوك في استثمار وفي مشاريع استثماريه، ممكن كان تغير الواقع. الواقع لم يتغير، لان يعني مثل ما حضرتك قلت انا اغلبها استهلاك، وبالتالي we didn't have to worry about our competitiveness لانه اصلا we don't export that much. بس هذا الملاحظ بس كان من المفروض انه لا نترك سعر الصرف يتحسن بهذا الشكل لانه يضر بالبوتنشال اكسبورترز، الناس لا تصدر لانه العمليه غير مربحه بالنسبه لهم. ولكن لو تدهورت العمله او بقت ثابته، اكسبورتس بروسبكتس للاقتصاد اللبناني تكون احسن من هذه. هذه اكيد الناس جربت كثير تصدر وما قدرت، لانه لما ترتفع السعر كثير بهذا الشكل والانترست ريت فيكس، الاكسشينج ريت فيكس، هو نوت كومبيت، مضبوط لا فعلا يستطيع هذا ان الوضع. يفهم الا في بعض الحالات وبعض الحالات يعني قليله. بس انا المانيفاكتشرنج اندستري في لبنان مشاكله كثيره، من بينها مشاكل سعر الصرف. ولذلك يحتاج الوضع الان تحسين. المهم هذه قياس سعر الصرف. طبعا السعر الصرف الحقيقي اللي حسبناه بهذه الطريقه this is an index، وبالتالي ليس له تفسير طبيعي مثل سعر الصرف الاسمي، لكن يعتبر من بين المؤشرات الاساسيه او التي تستخدم في تقييم الوضع الاقتصادي والذي تفسر لنا سلوك المتغيرات الاخرى الاقتصاديه مثل الاستهلاك والاستثمار وكله، لان المستهلكين والمستثمرين لا ياخذون بعين الاعتبار لا ياخذون بعين الاعتبار سعر الصرف الاسمي في السلوك، وانما ياخذون بعين الاعتبار سعر الصرف الحقيقي، لان الناس يقررون وفق القدره الشرائيه وليس القيمه الاسميه. يعني القيمه الاسميه ممكن ترتفع وتنخفض ريلاتيفلي كومباراتيفلي يعني، وبالتالي بس المهم سعر الصرف هذا اللي حسبناه this is a real exchange rate، هذا اللي حسبناه هذا لليره مقابل الدولار فقط. لكن لبنان تتاجر مع كثير من الدول مو شرط تكون بالدولار او بالبرايسز في الولايات المتحده الامريكيه. It is not condition يعني عموما حتى نحسب المستوى العام لجميع العملات التي تتاجر معها البلد، نحسب هذا النومينال effective exchange rate أو سعر الصرف الفعلي. سعر الصرف الفعلي الفورمولا بتاعه هو سعر الصرف لعملة البلد اي، مثلا نفترض عندنا ان كونتري، ان كونتريز هادو هم المتعاملين التجاريين الأساسيين للبنان. المتعاملين التجاريين الأساسيين main trading partners. عموما التريدنج بارتنرز المين تريدنج بارتنرز هذول العملاء التجاريين الاساسيين عددهم مش كثير، يعني هو في العالم فيه 200 دوله بس، الدول لا تصدر بشكل كبير لجميع الدول، تصدر لجميع الدول بس كميات قليله. بس عموما المصدر اسواق لبنان هي اسواق الجوار وخاصه الدول الخليجيه والسعوديه، ممكن العراق والكويت اكيد، إمارات، قطر، ممكن في شمال إفريقيا شوية، مصر، الأردن إلى آخره.
فبالتالي لازم نحدد اول شيء ما هي قائمه الدول التي نتاجر معها. ال WI هذا this is the trade share، نسبه التجاره مع كل دوله. فبالتالي نحسب، لما نحسب النومينال ايفكتيف اكسشينج ريت مفروض يطلع. انا للاسف شديد رجع بوجود هلا مش حسابات. مدري بس على تليفوني زوم، بس نعم قلت لي انه شوف التليفون اذا ماشي واي فاي، مدام سهام تسكري عملت مين ما عم بقى لاقيه للزوم، وين بلاقيه؟ مدام سهام. بعرف بعرف بس انا على لو تليفوني سمحتي طلعت مدام، انت اشوف اذا قلت عندي لها مشكل هيدا، ما عم لاقي الزوم، عم بسمع الصوت بس ما عم لاقي الصورة. تفضل دكتور. اوكي. فبعدين نحسب الريل، هو هذه اللي المفروض نحسبه، هو الريل افكتيف اكسشينج ريت. ومفروض البنك المركزي في سياسته، في سياسه سعر الصرف، يتابع تطورات الريل افكتيف اكسشينج ريت، انه يحسب سعر الصرف الحقيقي لجميع المتعاملين التجاريين لدوله لبنان مع ترجيح التجاره الخارجيه، ويحسب كيف يتطور سعر الصرف الليره اللبنانيه مقارنه بجميع المتعاملين التجاريين. فاسواق الصادرات واسواق الواردات ليست حتما الولايات المتحده الامريكيه، وليس حتما الدولار الامريكي، ممكن تشاينا تدخل كعميل تجاري جديد، الاتحاد الاوروبي واليورو، ممكن بريطانيا، ممكن الى اخره من هذه الدول. الريل افكتيف اكسشينج ريت هذا اللي حسبناه، هذا اللي حسبناه لا ياخذ بعين الاعتبار اختلاف سلوك المستهلك الامريكي واللبناني. تذكروا ان الكونسيومر برايس اندكس، الكونسيومر برايس اندكس هو ويتد افريج لاسعار الاستهلاك في الولايات المتحده الامريكيه وفي لبنان. بس ما يستهلكه اللبناني يختلف بشكل كثير ما يستهلكه الأمريكي. وبالتالي هذه الأسعار لا تعكس حقيقة القدرة الشرائية الحقيقية للعملة، لأنه هنا السيارات مختلفة، الأجارات مختلفة، الإنفاق على التعليم مختلف، الإنفاق على الصحة مختلف، المجوهرات مختلفة، الأكل مختلف. فبالتالي it's very difficult نحسب ونقول والله أن الريال اكسشينج ريت تعكس القدرة الشرائية للعملة اللبنانية مقارنة بالدولار. ففي اثنين باحثين، اثنين اسمهم هيستن اند سامرز. لاري سامرز مشهور جدا لأنه كان وزير مالية في أمريكا، كان تريجري سكرتري، وهستن صديقه في جامعة بنسلفانيا. زمان عملوا مشروع بسيط، قالوا ليش ما نجيبش نفس الأسعار the same prices ونبني مؤشر جديد لقياس العملة with the same prices بنفس السلة، على نفس سلة الاستهلاك. هذا البرنامج لما نشأ في البداية، هذا البرنامج في البداية كانوا يسموه Pennsylvania World Tables PWT، وبعدين بدأ يشتهر حتى أصبح البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأوي سي دي، وبالنسبة للدول العربية أظن المشرف عليه هو الإسكوا في بيروت، وأصبحوا يجمعون بيانات نفس السلع ونفس السلة لجميع الأسعار. ليش؟ لأن هنالك نظرية تقول أن الأسعار، سعر الصرف لما نيجي نفسر سعر الصرف، في نظرية، هاي نظرية سويدية يسموها سويدش سكول، أو يسموها نظرية كاسل، واحد اسمه يقول أن هنالك تعادل الأسعار، أنه in the long run كل أسعار السلع تميل أن تكون متساوية. This is the parity، أنه أسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تبتعد كثير على أسعار السلع في لبنان.
او على اسعار السلع في السعوديه. ليش؟ لان انتقال رؤوس الاموال وانتقال التجاره وانتقال الطلب هنا وهنا وانتقال رؤوس الاموال سوف يؤدي الى تعادل قانون السعر الواحد، وان سعر الصرف ما هو فقط لكي يحول الاسعار الاجنبيه الى الاسعار المحليه. وبالتالي هذه النظريه تقول ان سلوك اسعار الصرف يعكس مستويات التضخم ما بين الدول، تتغير الاسعار ما بين الدول، يتغير سعر الصرف لمعادله الاسعار. وبالتالي بداوا يقيسون المدرسه هذه بدات تقيس اسعار البي بي بي في الدول. خلينا نقارن لبنان سعر الصرف والقدره الشرائيه المتعادله، البي بي بي في لبنان والبي بي بي في الاردن. الاردن this is the official exchange rate الرسميه الزرقاء ثابت fixed completely fixed بالاردن لا يتغير 0.7 للدولار الواحد. لما قاسوا بالبي بي بي يعني البي بي بي هي اسعار كل السلع الذي يستهلكوها الأردنيين والأمريكان في نفس الوقت، حولوها إلى أسعار للولايات المتحدة الأمريكية وضربوها في سعر الصرف، حولوها إلى أسعار بالدينار الأردني، فيعطيكم حاجة اسمها بي 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 كونفرشن فاكتور اللي هو لوكال كرنسي يونت بير انترناشونال دولار. الانترناشونال دولار هو متوسط هو في الولايات المتحده الامريكيه اللي هو الدولار الامريكي. اوكي، في فرق كبير ما بين الاسعار سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف او القدره الشرائيه للدينار الاردني. On average 1 دولار يجيب لك 0.7 جوردانيان دينارز، لكن بالمقابل في القدره الشرائيه لما نحسبه بالبي بي بي يختلف شوي 0.2 وليس 0.7، يعني انه الدينار الاردني اقوى بكثير لان الاسعار في الاردن اقل بكثير من الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هذا واضح، كلما كانت الدوله ناميه كلما كانت مستويات الاسعار اقل فيها مقارنه بالدول المتقدمه، وبالتالي العمله بالبي بي بي تظهر انها اقوى منها. نفس الشيء في لبنان. لبنان عند 1500 كان البي بي بي اقل بكثير كله، لكن هذا لما كانت التضخم الاسعار في الولايات المتحده الامريكيه وفي لبنان nearly the same، فبقى الفرق انه في فرق اسعار ما بين لبنان وبين بس مش كبيره، شايفين؟ it's not huge، لانه ممكن نتيجه الاستهلاك المتاتي من الخارج كثير يؤدي الى وجود الاسعار متقاربه من السعر الدولي في لبنان، لانه يعني ما فيش لوكال برودكشن، ما فيش انتاج محلي كبير، ممكن انتاج زراعي محلي، ممكن لان لبنان دوله زراعيه وممكن الغذاء ميلي لوكال، فبالتالي يؤدي الى انخفاض اسعار المواد الزراعيه في لبنان اقل من الولايات المتحده الامريكيه. بس شو بس مع الازمه وقع اوفر شوتينج كبير جدا للعمله بالرغم انها ثابته، لكن this is the inflation. This is the differential of inflation، لأن الإنفليشن في الولايات المتحدة الأمريكية لا كبيرة. الآن نجيب على السؤال الذي طرح، ما هو سعر الصرف الذي يجب أن يتبعه أي بلد؟ وهيك الآخر طرح السؤال، قال كيف ما هو هو قال لي ما هو سعر الصرف الحقيقي؟ تعرف الصرف الحقيقي مو السعر الحقيقي، لا أقصد بهذا سعر الصرف الحقيقي، المقصود به سعر الصرف الذي يعبر عن القدرة الشرائية للعملة. لكن هل هنالك سعر صرف محبذ يجب على الدول أن تحاول أن تصل إليه أو تحاول أن تثبت
سعر صرفها عند هذا المستوى؟ Is there a norm؟ وبالتالي نستطيع أن نجيب على السؤال، هل 1500 ملائم للبنان ولا 1000 952 أو 2000؟ Why not 2000؟ Why not 1000؟ Why not 500؟ مو هذا هو السؤال؟ أنا قصدي يا دكتور حوالي بنجاوب على السؤال. 89500. لا، أنا طرحت سؤال، قلت لماذا 1500؟ لماذا مش 1000؟ لماذا مش 500؟ لماذا مش 900؟ شو اللي يخلي البنك المركزي يلتزم بال 1500؟ هو مفروض سعر الصرف يحدده التوازن في سوق السلع والخدمات، لكن ممكن ان الحكومه تضعه في مستوى بعيد شوي او بعيد كثير. وكل الاقتصاديين يقولون كالتالي، يقولون ان سعر الصرف يجب ان يعكس التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد. فبالتالي هنالك سعر صرف، مستوى من سعر الصرف نسميه سعر الصرف التوازن، equilibrium exchange rate، أو سوف نسميه fundamental equilibrium exchange rate. هذا سميناه fundamental لأن عندنا عليه تعريف. بس عموما سوف نفترض بأن هنالك مستوى من سعر الصرف الذي يجب أن يسود في الاقتصاد. المسألة التي أخذت وقت من الاقتصاديين هو كيف نحسبه؟ How do you measure it؟ لأنه we don't observe it. It's an implicit price. سعر ضمني لا يوجد في السوق، لا يوجد حاجة اسمها سعر صرف، أو ما عندناش فورمولا لكي نقيس سعر الصرف. التوازن، يا مش سعر السوق. طب كان وي استميتد الاقتصادي، ات ليست يعني؟ نعم، كان وي استميتد؟ جاي لا. فالاقتصاديين طوروا عدة طرق لقياس سعر صرف التوازن اللي هو الفاندمنتال ايكوليبريم اكسشينج او الايكوليبريم اكسشينج. لكن للاسف الشديد في حساب سعر الصرف التوازني، ان سعر الصرف الذي يجدوه يعتمد على الطريقه التي تم الحساب بها. فبالتالي ممكن تجدون مجموعه يشتغلون على سعر الصرف في لبنان، ممكن يطلعون عدة أسعار صرف بناء على النموذج الذي استخدموه. فيه طرق بسيطة وفيه طرق معقدة. الطرق البسيطة اللي هو ذوك أوريكم كيف يحسبوه الـ PPP Equilibrium Exchange Rate، يعني سوف نحسب سعر صرف توازني بناء على نظرية القدرة الشرائية المتعادلة. وفيه طرق ثانية موديل بيست اللي هي تعتمد على حاجة في الايكونومتريكس يسموها، يشتغلون على حاجة اسمها الفاندمنتالز، يجيبوا أهم الأساسيات اللي هي أساسيات الاقتصاد ويحددوا النموذج الايكونومتريكس، وبعدين يشوفوا هل هذا النموذج الايكونومتريكس يعطيني مستوى توازني ولا لا. فبالتالي ان كل النماذج او كل حساب المعدل التوازني يعتمد على النماذج المستخدمه في حساب. ايضا سعر الصرف التوازني ليس ثابتا، سوف يعتمد لانه مبني على الفاندمنتالز. لما تتغير الفاندمنتالز يتغير سعر الصرف التوازني.
وممكن هذا لا يشجع البنوك المركزية أن تعتمد عليه، لأنها لا تريد أن تغير سعر الصرف كثير، وإنما تريد تفضل أن تثبته. ولكن أيضا هنالك بعض المشاكل داخل الاقتصاد تجعل أنه حساب سعر الصرف مش دقيق، يعتمد على مثلا مدى تغير المتغيرات الأساسية مع التوازن. في بعض الأحيان السلوك الأمثل لا لعوامل الإنتاج لا يتغير، يعني لا يعكس التوازن السوقي. مثلا الأجور بالرغم من الأجور مفروض تمثل الإنتاجية الحدية للعمل مفروض، لكن مش في أغلب الأحيان الأجور في السوق تعكس، لأن يعني فيه بوليسيز تدخلات كثيرة في السوق، وخاصة في الدول اللي فيها ماركت باور نيغوسيشن مع النقابات إلى آخره، ممكن تجعل الأجور لا تعكس الطلب في كله. لكن عموما وجدوا أن سعر الصرف التوازني وسعر الصرف يرتفع كلما ارتفعت مستوى تطور الدول. هذا يسموه ساميلسون بلاصة إيفكت، لأنه في الدول المتقدمة ترتفع الإنتاجية، وارتفاع الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأجور ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، وبالتالي يؤثر على سعر الصرف. كيف نحسب سعر الصرف التوازن؟ How do we measure? أنا أعطيكم طريقة بسيطة، وبعدين الطريقة البسيطة لحساب سعر الصرف التوازني سوف تعتمد على نظرية البي بي بي. سوف شوفها، هذا سعر الصرف التوازني اي ستار يساوي اي ستار ان ذا ايكوليبريوم، وهو ومصحح بنسبة الأسعار في الدولة مقارنة بالدول الأجنبية، والنسبة ما بين السعر الحالي والسعر الأساسي. هذه الفكرة بسيطة جدا، خليني أعطيكم مثال. This is the PPP equilibrium exchange rate. دولة، أنا أخذت مثال كتعي. دولة ممكن نعملها لبنان easily، يعني فقط كل ما نحتاج سعر الصرف والأسعار وتغيرات الأسعار. دولة كان سعر الصرف الاسمي فيها 6.6 في سنة 60، وبعدين ارتفع إلى 26 74، وبعدين ارتفع 78. This is the nominal exchange rate. الأسعار الأجنبية كانت 1.9 والدومستيك كانت 30.7. لو نطبق الفورمولا هذه، عندي الأسعار المحلية على الأسعار الأجنبية، عندي السعر سنة الأساس، فممكن يطلع لي الاي ايكوليبريوم بي 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 8.4، مش 6.6، 8.4. لما يكون سعر الصرف 8 بوينت اقل من ال 8.4 من سعر التوازني، this is overvalued، يعني تحتاج الى 6.6 لشراء العمله المحليه، شراء العمله الاجنبيه، مقارنة بما يقوله النموذج أو السوق أن يتشوت ب 8.4. في هذه الحالة العملة أكبر من قيمتها، أوفر فاليود. نفس الشيء هنا إيكوليبريوم، لأن هذه سنة الأساس أنا اللي اخترتها، هذه اللي اخترتها. This is the equilibrium year. This is E0 26. شايفين E0 في هذه سنة الأساس، وبالتالي في سنة الأساس النومينال اكسشينج ريت ايكوال 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 الاكوليبريم اكسشينج ريت. لو نطبقها على سنة 83 النومينال اكسشينج ريت أصبحت 78، الدوميستيك برايسز أصبحت 69 انستيد اوف 10، والفورن برايسز أصبحت 98 انستيد اوف 10، فبالتالي الايكوليبريوم اكسشينج ريت 95 95، بس يعني انها النومينال اكسشينج ريت ما زال اوفر فاليو. شو معناتها انها اوفر فاليو؟
يعني ما هي الاجراءات اللي لازم ناخذها حتى نبني؟ نشوف اوفر فاليو اكسشينج ريت معناتها اعلى من قيمه التوازن، هذا هو اللي نقصد به. انه البنك او عنده سياسه سعر صرف مخليها في مستوى اعلى من قيمه السوق. هاي عندها معنيين، لانه عندنا الميزان التجاري وتوازنه، وعندنا التوازن الداخلي. لما تكون العمله اوفر فالويت، اي ان اسعار الاستيراد اقل من ما يجب ان يكون عليه عند التوازن، فان هذه البلد يشجع الاستيراد ويثبط الصادرات. معناتها اوفر فالويد اكسشينج ريت معناتها ضد الصادرات، اتس انتي اكسبورت، فيها اكسبورت بايس او تحيز ضد الصادرات. الثانيه اللي هي سعر الصرف، لما يكون الثانية اللي هي الواردات لما تكون أرخص، فيشجع، وبالتالي نتوقع هذا البلد يكون فيه عجز في الميزان التجاري. وبالتالي من الناحية السياسية يجب على البنك المركزي أن يرفع سعر، يخفض سعر الصرف شوي على أساس يغلق الجاب ويوصله إلى سعر الصرف التوازني لكي يصحح الاختلالات الموجودة في الكل. هذا من مفهوم حساب سعر الصرف من ناحيه سعر الصرف. انا اسف، انتم ما نبهتوني، بس تعدينا ساعتين تقريبا، يعني كان المفروض نوقف، بس انتم انا اتكلم ونسيت. ف تحبوا ناخذ بريك ربع ساعه؟ يا ريت نكمل دكتور، نخلص الوقت قبل بربع ايه ساعه. اوكي ناخذ بريك. ناخذ زي بريك. ما انتم عايزين، ما عنديش مانع انا، بس انتم اللي تعبتوا شوي لا ما ونخفض تعبنا تفضل خلص ونخفض ونخفض. يعني بريك بريك افتر اوكي خلاص، خذوا بريك ربع ساعه ونرجع ان شاء الله. اوكي دكتور، بما انه حناخذ بريك، بس سؤال بالاكواريوم اللي تفضل. كنت عم تشرح عم تحكي عنه، في تمام. عوامل أخرى تانية بتدخل بموضوع تشجيع الصناعة المحلية أو على حساب الاستيراد؟ في عوامل كثير، منها المواد الأولية، شوف، المنتجات. ما احنا شرحناها من قبل، قلنا شوف الكومبيتيتيفنس في اثنين، في برايس كومبيتيتيفنس، هذه اللي انا اتكلم عليها، او التنافسيه السعريه، اوكي، وفي يعني هذا الشيء عوامل مش اخرى، نعم عوامل نعم اخرى اللي حضرتك تتكلم عليها اللي هي غير السعريه، نون برايس كومبيتيتيفنس. موجوده كثير نون برايس كومبيتيتيفنس، مثلا المواصفات الفنيه، technical specification of the product. يعني انت ممكن تصنع cheap product بس لا يحترم المواصفات، مثلا dangerous. مثلا اعطيك مثال، اكتشفوا في الولايات المتحده الامريكيه ان شركه كانت تستورد تويز، العاب اطفال، من الصين، ورخيصة مقارنة بالتويز المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد فترة اكتشفوا أن فيها مواد كيماوية سامة التي استخدمت في تلوين الألعاب، تؤثر على صحة الأطفال، فلا تحترم المعايير والمقاييس الفنية، فقاموا مباشرة بمنع استيرادها. ممكن بعدين التكنولوجيا، انوفيشن، صلابه، ديورابيليتي، ريلايبيليتي، عشرات من المواصفات التي تسمح ان الناس تشتري سلعه غاليه. ولكن احنا نتكلم جنرال في المتوسط، نوت برودكت سبيسيفيك. اوكي، بس انا حبيت انه ان جنرال التكاليف، لما ترتفع التكاليف عن طريق الاسعار سوف تخفض التنافسيه، given technicalities. اوكي ثانك يو. اوكي يلا، اوكي شكرا، ان شاء الله بعد ربع شكرا. ساعه. اذا في اوكي مجلس
تفضلي. بس انا بدي اسال بالنسبه للمثال اللي اعطيتنا اياه حضرتك حول حساب سعر الصرف التوازني، ايوه نحن على اي اساس اخذنا الريفرنس هير؟ اه اوكي. ال بي زيرو هذا يس الاي زيرو اوكي. عموما هاي القاعده ما انا غير مقتنع بها تماما. هذا this is just an example لانه بس عموما لازم تختارون فتره تكون فيها الاقتصاد مستقر قليل التضخم، بحيث تكون الاسعار نعتبر ان سعر الصرف كان في توازن. يعني لازم تكون عندنا هنت او عندنا معلومات انه اوكي في هذه الفتره الامور كانت مستقره، وسوف اثبتها على اساس هذا، على اساس انا سنه اساس. That's the only information you have. مش كثير يعني. يعني ممكن تشوفوا انه مش سنه ازمه، مش سنه انه فيها كان عجز ميزان المدفوعات كان كبير، مش سنه كان فيها تضخم كثير. اختاروا فتره تكون الامور فيها مستقره. بس هي معلش لما تختاروها عشوائيا، لانها هتثبتوها على جميع السنوات، لانها راح تعطيكم بنش مارك فقط للمقارنه، لا اكثر ولا اقل. اوكي، شكرا. اوكي. لا، الموضوع الثاني اللي هو مهم جدا بالنسبه للبنان، اللي هي ازمات سعر الصرف. طبعا احكي شوي عن اسعار الصرف والازمات وكلها، بس احنا اللي يهمنا هو تفسير لماذا تحدث، لماذا ينهار سعر الصرف الثابت. المفروض الدول اللي عندها اسعار عائمه ما فيش ازمات اسعار صرف، المفروض نظريا. بس ستيل لو سعر الصرف يتدهور بشكل كبير سوف نعتبره ازمه سعر صرف. لكن نحن سوف نركز على ميكانيزم حدوث أزمة في نظام في سعر صرف مثبت فيكس اكسشينج ريت، لأنه هو المعرض. سعر الصرف المثبت سوف يكون معرض لحاجة اسمها سبيكولاتيف اتاك، أو أنه هجمة مضاربية. يعني هنالك مجموعة من المضاربين في السوق أو العملاء في السوق يبدأون يضغطون في السوق ويشكلون مجموعة من التوقعات، أو تتوفر لديهم معلومات عن من التوقعات، بحيث أنهم يقودون السيستم نحو الانهيار نتيجة سلوكه. بس في لبنان ممكن الأمور مختلفة. وهذا خلينا نقول أول شيء، سعر الصرف أو أزمة أسعار الصرف هو جزء من أزمة مالية. معناتها أنا عندنا financial crisis، ما نسميه بالأزمة المالية، سواء أزمة مالية محلية، أزمة مالية عالمية، أزمة مالية إقليمية. اقتصاد السوق اللي هو من المفروض أن ميكانيزم الأسعار ينظم السوق وفق العرض والطلب ويؤدي إلى التوازن، إذا تعرض لصدمة قوية مهما كانت هذه الصدمة سوف يؤدي إلى انهيار هذا النظام اقتصاد السوق. معروفة هذه منذ أزمة 1929، أزمة الكساد الكبير. ونتيجة أزمة الكساد الكبير النظرية الكينزية أساسا هي التي بنيت لكي أصبحت المعيار للتدخل الحكومات في الاقتصاد، او في عن طريق ما يسمى بالسياسه النقديه والسياسه الماليه والسياسه الصناعيه الى اخره. الاقتصاد السوق يعرف ازمات كثيره قد لن نحس بها لان ازمات طفيفه، ومرات يعرف ازمات هزات كبيره. الازمات الكبيره هي ازمه 97 اللي هي أزمة جنوب شرق آسيا أو شرق آسيا، بدأت محليا وبعدين انتقلت. بعدين لديكم الأزمة المالية العالمية اللي هي سنة 2009، وما يسمى سب برايم، اللي هي الأزمة المصرفية الأمريكية، وأزمة كوفيد اللي هي في سنة 2020 تقريبا، آخر الأزمات اللي هي الأزمة الصحية وتحولت إلى أزمة مالية نتيجة.
لو نحسب الازمات التي حصلت الباحثين اخر بيبر شفته واحد حاسبها توجد 158 ازمه صرف من 1975 الى 77. 158 currency crisis. وتزايدت الازمات في الاقتصاد الراسمالي نتيجه ان الاندماج المالي الفاينانشال انتجريشن زاد من هذه الازمات، او زاد من حده الازمات وزاد من حساسيه النظام الاقتصادي للازمات. لانه الانتجريشن فاينانشال انتجريشن سوف يؤدي الى سبيل اوفر افكت، يعني جارك يمرض تمرض معه، يعني تنتقل لك مباشره، وممكن تجيك العدوى من بعيد، يعني ممكن انت مؤشراتك جيده وكله لانها تتشابه مع الدوله التي تمت فيها الازمه تنتقل اليك، فبالتالي اصبحت كل الازمات الماليه عموما تقسم الى ازمات الصرف اكسشينج ريت كرايسيس، بانكينج كرايسيس، ستوك ماركت كرايسيس ولا اكويتي ماركت كرايسيس، فورن ديت كرايسيس. هذا الاربعه، يعني انا ما حسبش الازمات الداخليه اللي الديون الداخليه او الدين العام، بس ركزنا على الديون. ممكن الدين العام تضيفه معاها، بس معالجه الدين العام مع الدين الخارجي ديفرنت، ادواته مختلفه تماما. ازمه الدين الداخلي عموما يمكن حله بالادوات الماليه الداخليه، أسوأها أن البنك المركزي يوفر سيولة للحكومة وبالتالي ترتفع الأسعار والتضخم، مثل اللي حاصل مثلا في دول مثل مصر وإلى آخره. بس الديون الخارجية لا، الديون الخارجية لأنها الأزمة واضحة فيها، لأنها تأتي بقرار مثل اللي أخذته الحكومة اللبنانية بعدم الدفع ديفولت بيمنت، يعني الحكومة تعلن للدائنين أنه لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها المالية في خدمة دينها، اللي هي عموما خدمة الدين هي الأقساط، دفع الأقساط ودفع الفوائد. عندما تعلن الديفولتينج تتوقف عن الدفع. يعني الدائنين لا يحصلون على الأموال اللي هي ممكن تكون في أغلب الأحيان تدفع كل 6 أشهر تقريبا يعني. لكن لأنه دين سيادي، لأنه دين تابع للحكومة وليس أو مضمون من طرف، ممكن يكون قطاع خاص بس برايفت بابليكلي جارانتيد، يسموه بي بي جي. برايفت يختلف، البرايفت الديون الخارجية من مؤسسة خاصة إلى شركة خاصة حلها بسيط، أنه يتم تصفية أصول الشركة المدينة وتحويل الأموال إلى الدائنين وتنتهي العملية، وممكن تنتهي بمتابعات قضائية أو حاجة مثل ذلك. بس ديون الدولة لا، ديون الدولة تسمى ديون سيادية وتبقى معلقة في رقبة الدولة وتحل إلا عن طريق التفاوض مع الدائنين، وأنتم تعرفون المفاوضات مع الدائنين تتم في مكان اسمه نادي باريس، باريس كلوب، وسمي نادي باريس لأن وزارة المالية الفرنسية هي التي اقترحت أنها تستخدم مكاتبها وأماكنها للاجتماع ما بين الدائنين والمدينين، بالفرنسية يسموهم لي بونز أوفيس، وتتم المناقشات. أصبحت العملية معقدة، أصبحت عملية حل أزمة الديون معقدة لأنها أصبحت مشروطة باتفاقية مع صندوق النقد الدولي. So you cannot solve foreign debt problem unless you have an agreement with IMF. وهي يسموها مبادرة بيكر. جيمس بيكر وزير المالية الأمريكي في اجتماعات الجي 7 هو الذي اقترح على الدول السبعة الدائنين الكبار وقال خلاص أي دولة تريد أن تحل أزمة ديونها وتتفاوض معنا ونعطيها إعادة جدول الديون لازم يكون عندها برنامج
إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما تحاول أن تقوم به الحكومة اللبنانية، لكن أنا مو عارف فين وصلوا فيه، بس كان عندهم خلافات وجهة نظر حول تقدير حجم الأزمة في لبنان. بعدين لديكم أزمات أسواق الأوراق المالية، ستوك ماركت كرايسيس، انهيار، هذا فقط يقاس بانهيار أسعار مؤشر الأسعار، ويعتبروه عموما لما ينهار في يوم واحد أكثر من 5% يعتبروه أزمة سوق. في كثير من الأحيان يؤدي إلى غلق السوق لتهدئة المستثمرين ولكي لا يستمر التدهور. الأزمات المصرفية نفس الشيء، مثل ما حدث في لبنان. الأزمات المصرفية عندها نوعين، يا إما أنه نقيس الأزمة المصرفية بارتفاع نسبة الديون المعدومة non performing loans من إجمالي البورتفوليو بتاع البنك، هذا يعتبر مؤشر قوي، أو أنه في بعض الحالات هرع المودعين للبنوك لسحب أموال، يسمى بنك رن أو تسابق نحو البنك. عموما في هذه الحالات، كثير من الحالات، يتم غلق المصارف لتهدئة الناس أو لتوقيف الناس من سحب أموالهم، والحكومة ممكن تقرر مثل لبنان مبالغ محددة لسحبها لكي يتم الحفاظ على النظام المصرفي. وأزمة الصرف، أزمة الصرف عندنا اثنين، عندنا سعر الصرف البرايسز مثل سوق الأوراق المالية، قد ينهار سعر الصرف لأسباب ما داخلية خارجية، أو قد تنفذ السيولة من السوق كومبليتلي، ونتيجة أيضا لعوامل كلها مثل الأزمة المصرية. فبالتالي لو نريد أن نعرف الأزمة تعريفا اكاديميا، فازمه الصرف تتلخص في انهيار اسعار الصرف او نضوب احتياطي الصرف. اثنين يعني. Either or. يعني ممكن ينهار سعر الصرف انخفاض شديد بين قوسين، او نضوب احتياطي الصرف. بس نحتاج الى معايير، هذا التعريف عام لا يعرف به. سوف نحتاج بكم تنهار اسعار الصرف، هذا الانخفاض الشديد، وبكم نقيس نضوب احتياطي الصرف، مش معناتها زيرو اكسشينج ريت، نوت زيرو اكسشينج عموما. فهاي الأولى. طبعا وجود هذه الأزمات سوف تحتاج أيضا إلى منهجية لتحليلها. How do we نعرف كيف نقرر أنها أزمة ولا لا. دكتور، سوف بس نأخذ عفوا، احنا بلبنان عندنا الأزمة متعددة، يعني أنت قسمت الأزمات لعدة انا جاي، الأزمات. معليش، انا قلت انا خصصتها لانها قد تكون معممه، بس قبل ما تكون جنرالايز عموما تنفجر في احداهما يعني الازمه. نحن هون بلبنان نحن عنا هول الأزمات، بس مين اللي سبب، يعني أي أزمة هي كانت البداية اللي سببت الأزمات؟ هذا في التفسير، هذا بيجي لها التفسير، لما نصل للتفسير لازم نضع اللعبة. بس عموما في اغلب الازمات البسيطه لا تنتقل، ممكن تكون عندنا ازمه صرف لوحدها وتحل، ممكن ازمه مصرفيه وتحل، ممكن ازمه سوق الاوراق الماليه وتحل، ممكن ازمه الديون الخارجيه وتحل. هذا اذا كانت الازمه غير شديده، واذا كانت الحكومه واستجابه الحكومه سريعه للحل، يسموها كونتينمنت او احتواء الازمه. إذا لم يتم احتواء الأزمة في الوقت المطلوب لأسباب كثيرة، سياسية ممكن تكون أو اقتصادية أو مالية، ولم يتم في وتركوها لفترة طويلة، أغلب الأزمات تنتقل. It overlaps. ممكن تبدأ أزمة ديون خارجية تتحول إلى أزمة ديون خارجية عموما تتحول إلى أزمة مصارف، وأزمة المصارف تتحول إلى أزمة صرف. ممكن أزمة الأسواق المالية تتحول إلى أزمة صرف إلى آخره. يعتمد على الأركيتكتشر بتاع الأسواق هذا وترابطاتها وكيف تنتقل التدفقات. هاي راح أتكلم عنها بعدين، شكرا للملاحظة، بس أنا راح أتكلم عن هل الأزمة عامة أم قطاعية فقط. حتى ندرس الأزمة we have to decide تاريخها متى بدأت، وبالتالي سوف ننظر
إلى المتغيرات الأساسية اللي هما الفاندامنتالز، النمو الاقتصادي والتضخم وزيادة المدفوعات والسيولة النقدية إلى آخره وسعر الصرف وكلها، وسوف نحدد فترات ما قبل الأزمة اللي هو pre crisis behavior، وهذا مهم جدا، هذا في التحليل فترات ما قبل الأزمة، لأن دائما تكون لدينا مؤشرات، وهذه المؤشرات يجب أن هي مؤشرات إنذار المبكر للأزمة. بعدين إذا لم ننتبه أو تركناها فترة كانت سريعة جدا، عندنا أثناء الأزمة ما الذي يحصل أثناء الأزمة، وبعدين عندنا الريكفري أو بعد الأزمة، لكي نعرف الأسباب الاقتصادية والتنظيمية والمؤسسية التي أدت إلى انفجار الأزمة المالية. فبالتالي لا نستطيع أن نحدد الأسباب الاقتصادية والتنظيمية والمؤسسية التي أدت إلا بعد ما ندرس كل هذه المتغيرات كلها. بعد ما ندرس سلوك المتغيرات في المراحل الثلاثة، سوف نحتاج أيضا إلى تقييم تكاليف الأزمة. كم ضاع نتيجة وجود أزمة مالية معينة؟ مهم جدا أن نقيم تكاليف الأزمة اللبنانية in term of foregone growth and production and consumption إلى آخره. طبعا المؤشرات اللي شفتوها يعني متوقع. الورلد بانك كتب منذ فترة، أنا شايف التقرير حول الأزمة اللبنانية، واعتبرها ربما من أشد الأزمات في القرن العشرين، last century، عمقا بتأثيرها على المجتمع كله، من بين الأزمات الاقتصادية التي سجلت في القرن الحديث. طبعا نقسم الدراسة إلى فترة أزمة وفترة عادية، ونشوف السلوك ما بين هذين المتغيرين خلال فترتين ونقارن المتوسطات. في كثير من الناس يعملون statistical significance analysis، عندنا two periods two averages، ونشوف هل المتوسطات بتاع المتغيرات السلوك المتغيرات الأساسية، هل هي معنى فرق الاختلاف فيها، هل هو مع إحصائيا ذو مغزوية أو معنوية أو لا. مهمة جدا، لأنه ممكن تختلف بس not statistically different في 5% وفي المية. في بعض الدراسات تروح أكثر من ذلك، تستخدم نماذج قياسية ايكونومتريك مودلز، احصائيه قياسيه، لكي تدرس سلوك سعر الصرف وتدرس سلوك الدين الخارجي له. هذه الدراسات اللي يقوم بها الباحثين في الجامعات المختلفه تسمح لي بتصنيف الازمات حسب عديد من المعايير او الانديكيتورز او وات ايفر، اللي هي لكي تساعد متخذ القرار على صياغه سياسات، يعني تصبح نستخدمها لتفادي الأزمات في المستقبل، ولو أنه is not guaranteed، لأن الاقتصاد يتغير مش ثابت. الأزمات الديناميكية مثل ما قلت حضرتك، ليش الأزمات الديناميكية؟ لأن حدوث أزمة معينة صرف مثلا تتطور لتصبح أزمة مصرفية، تتطور أو تصبح أزمة مديونية. ليش؟ لأنه يعتمد أساسا على دور سعر الصرف وسوق الصرف في موارد البنوك. هل البنوك الموجودة في الساحة highly exposed للفورن اكسشينج ولا لا؟ هل البنوك المحلية تلجأ إلى التمويل من الخارج لكي تقرض داخل السوق ولا لا؟ ففي عوامل كثيرة، في عوامل كثيرة تجعل اوتوماتيكلي أزمة الصرف تتحول لأزمة مصرفية مثل لبنان، لأنه بنك ديبوزيتس في لبنان أغلبها أو جزء كبير منها لسكان للبنان غير مقيمين، نون ريزيدنت، اللي هم ما يسمى بالشتات اللبناني الذي يعيش خارج. وطبعا لبنان وسوريا عندهم خاصة لا غير موجودة في دول العالم، وهو أن الشتات قد يفوق السكان المقيمين.
في الدول النامية عموما نتيجة هذه، ممكن أيضا تتحول إلى أزمة مديونية، لأنه أزمة صرف، ينضب الستوك ماركت، السوق من العملة الأجنبية، فتصبح المدينين في الدولة غير قادرين على دفع المديونية، لأنه يا إما أنا تدهور سعر الصرف، أو أنه لا توجد سيولة أصلا في السوق. عموما هذه الملاحظة، عموما في الدول النامية عادة ما تبدأ أزمة البنوك أزمة صرف. تسبق أزمة البنوك أزمة الصرف وأزمة المديونية. وعندكم أمثلة مثل لبنان، مثل ما حدث في تركيا وفنزويلا في منتصف التسعينات، كما سبقت أزمة البنوك أزمة المديونية في كولومبيا والمكسيك والبيرو والأرجواي، الناتجة عن سحب التمويل الخارجي 92، لأن يعني الدول هذه تفقد ترتفع فيها علاوة المخاطرة بشكل كبير، فبالتالي الدائنين يصبحون غير مستعدين لتمويل هذه الدول، وبالتالي تدخل في أزمة ديون التي تنعكس على الكل. في جنوب شرق آسيا العكس، بدأت بأزمة صرف، تحول إلى أزمة مصرفية، وبعدين أزمة مديونية. والجديد في جنوب شرق آسيا سنة 97 أنه بدأت في تايلاند أزمة البات، اللي هو البات والعملة العملة المحلية لتايلاند، وتوسعت أو تعممت نحو الدول الأخرى، الدول جنوب شرق آسيا بالذات كلها، نتيجة لتشابه العوامل وليس لوجود مشاكل اقتصادية في هذه الدول. This is contagion effect أو آثار العدوى، أن واحد يمرض الناس معاه. هاي أول مرة بدأت تظهر جليا في كله. لكن عموما هذا الترابط ما بين الأزمات لا يعني وجود سببية. قد تكون just correlation يعني، وليس أكثر ولا أقل. في كثير من الباحثين الذين اجتهدوا وأرادوا أن يحددوا هل هي أزمة ولا لا. فلدينا المعايير الاقتصادية التي والدراسات والإيفنت ستادي وكلها، ولدينا بعض الباحثين يستخدمون المعايير الإحصائية. فمثلا كامينسكي رينهارت يعتبرون أزمة صرف إذا كان الإندكس بتاعها، يحسبون معدل تدهور العملة دلتا إي على إي، هذا معدل تغير النسبي في العملة، ناقصا ستاندرد ايرور او ستاندرد ديفيشن في السوق في سعر الصرف، مقسما على ستاندرد ديفيشن للريزيرفز مضروب في تغير الريزيرفز على الريزيرفز، ويشوفون هذا سوف يعتبر أزمة، إذا يعتبر هم يكلاسيفاي يحسبوا لكل سنة and they classify it as a crisis إذا الإندكس فاق متوسط المؤشر، this is the average اللي يعني شرطة، زائد 3 أضعاف ستاندرد ديفيشن في الإندكس يعتبر أزمة. إذا أخذت أي بلد وحسبت لها التغير في الريزيرفز والتغير في العملة وحسبت ناقص الستاندرد ديفيشن للاكسشينج ريت على الريزيرفز، ممكن نحسب، ممكن أعطيك. إذا قدرتوا تعملوها از ان اكسرسايز للبناء، أنا بكره أعطيكم النتائج. فبالتالي في ناس آخرين يقولون إذا كانت نسبة التخفيض الشهرية أكثر من 25، ما بين 10 و 25 أو أكبر، فإنها تعتبر أو 10% أكبر من نسبة التخفيض في الشهر السابق تعتبر أزمة. ممكن ناخذ الأحداث الإيفنت فقط التي تسبب مثلا غلق سوق الصرف، تغيير نظام الصرف، غلق الصرافات، كثير من الدول تغلق الصرافات وتأخذ إجراءات بغلق السوق وكله. قياس الأزمة صعب جدا، لأنه
لازم نعرف اكزاكتلي مدى بدأت الضغوطات على سعر الصرف وتحديد مدتها. ممكن نستخدم معايير إحصائية، بس الأزمة وإمتى بدأت exactly is very difficult، بس في ناس كثير يعملوها. وبالتالي نتعرف أزمة التصرف مثل ما قلت لكم، تتعرف على تدهور شديد. أنتم هما في الاكزامبل اللي فات 25%. إذا نسبة التخفيض الشهرية أكبر من 25% أو 10% أكبر من نسبة التخفيض في الشهر السابق، يعتبروها أزمة. This is crisis year. وبالتالي ممكن نعتمد هذا المعيار البسيط ونحسب به. ممكن نحسب مؤشر للضغوطات المضاربية، speculative attacks، تغير الاحتياطي، أسعار الفائدة. كل هذه المتغيرات ممكن نحسبها ونقارنها مع دولة معيارية، مع دولة ثانية ما حصلش فيها الأزمة، لكي نقارن مسلسلات أزمة الصرف وكلها. هذه كلها مؤشرات. باستخدام هذه المؤشرات، في موقع يقيس كل الأزمات المالية حول العالم، مطلعها منذ 1800 2016، طبعا قبل الحرب العالمية الثانية. الدول النامية لم تكن موجودة. بس شوفوا اللي يهمني فيها، هذه الأزمات المصرفية في العالم منذ 1800 لغاية 2008، وهذه أزمات سعر الصرف كرنسي من 1800 لغاية 2008، وهذه أزمات التضخم، this is the inflation، من 1800 لغاية 2008، وهذه الدول اللي حصلت فيها الثلاث اللي هم systemic، يعني كل فيها banking و currency و inflation. أول شيء نقدر نقول لكم لغاية 1930 و40، ما عدا أزمة الحرب العالمية الأولى، أنه أزمة الكساد الكبير، آسف، هذه 1930، أزمات المصرفية كانت قليلة. بس شوفوا كيف ارتفعت هنا، شوفوا العالم كيف العولمة أو الانفتاح اللي حصل في العالم أدى إلى حدوث تزايد نسق الأزمات وزيادة حدتها. فبالتالي الجزء الأساسي من توسع رقعة الأزمات اللي هي الفيلير في الدول اللي حصلت، خاصة بعد التحرر الاقتصادي اللي حصل. نتيجة هذه المعايير اللي كلها، ما بين 75 و 97 وجد ما يعادل 158 مسلسلا يمثل أزمة صرف. الأزمات في النصف الأول من الفترة 75 86، هنا كانت الأزمات كانت احتوى على عدد أزمات أكبر من النصف الثاني. هذه كلها أغلبها ناجمة على أزمة المديونية التي حصلت في بداية الثمانينات، نهاية السبعينات بداية الثمانينات. طبعا في 86 هنا انهارت أسعار النفط بشكل كبير، انتهت الموجة الأولى بانهيار أسعار الصرف، سعر النفط، بحيث وصل إلى أقل من 10 دولارات للبرميل. الدول المتقدمة شهدت أزمات أقل من الدول الناشئة، يعني في الثمانينات التسعينات أغلبها كانت دول ناشئة، emerging economies. بعد ما نختار فترة الأزمات، لازم نختار المؤشرات التي يتوقع سلوكها يتغير خلالها. طبعا نختار مؤشرات نستمد على نظريات سلوك سعر الصرف، ميزان المدفوعات إلى آخره، لكي نقل. اوكي، ما هي التفسيرات او التي تعطى؟ التي تعطى في لدراسة الأزمات، الأزمات المالية in general. سوف نقسمها إلى جيلين، نسميه الجيل الأول والجيل الثاني. الجيل الأول
الذي استخدم الدراسات او يسمى الاول، ركز في كل دراساته على الفاندمنتالز، ايكونوميك فاندمنتالز في تسبب الازمات. يعني بالنسبه له للجيل الدراسات الجيل الاول الذي يسبب الازمات هو ابتعاد المتغيرات الاقتصاديه عن مستوى توازنها. وبالتالي الازمه في هذا النموذج فسرت على اساس انها نتاج عدم تناسق في السياسات المحليه، مثل العجز والابقاء على سعر الصرف لفتره طويله، والعجز والتمويل النقدي والتضخم الى اخره. اوكي، it's a good start. صح، حقيقه انه اختلال الاساسيات يفسر بقائها او حدوث ازمه، وهي موجوده في المثال اللبناني. يعني لو تشوفون المتغيرات الاساسيه كيف تطورت عبر الزمن، سوف تجدون ان هنالك بعد 2000 شوي بدات النمو ينخفض، ارتفاع المديونيه، ارتفاع عن عجز ميزان المدفوعات الى اخره من المؤشرات التي تقول. لكن هذه الاختلالات بالرغم احنا نقيسها في ميزان المدفوعات، في التضخم، في الموازنه، في كل شيء، يمكن ان تدوم ما دام البنك المركزي قادر على توفير العمله الاجنبيه لتمويل ميزان المدفوعات. يعني في حاجه ثانيه، مش فقط الاساسيات التي تفسر الازمه، وانما الترتيبات المؤسسيه والقوانين قد تشرح ذلك. المؤسسات، سلوك المؤسسات، أنا أقصد المؤسسات، المؤسسات الاقتصادية، وزارة المالية، سياسات الإنفاق الحكومي، البنك المركزي، البنوك التجارية إلى آخره. لكن المؤشر الأساسي في هذه أنه عندما تنخفض تتدهور كل المؤشرات، هنالك مؤشر أساسي الذي يمثل الضغوطات على سوق الصرف، والذي قد يرفع نسبة ما يسمى بالهجوم التضارب أو المضاربة. يعني الاحتياطيات من العملة الصعبة التي تعطيني نحسبها بأشهر الواردات reserves in months of imports. reserves ال 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 الاحتياطيات بأشهر الواردات، كم تغطي أشهر الواردات، يعتبر مؤشر مهم جدا لقياس الضغوطات المضاربية. يعني speculators أو المتعاملين في السوق ينظرون لهذا المتغير بشكل أساسي، ويعرفون أنه كلما انخفضت الريزيرفز مقارنة بالواردات معناته أنه سوف هنالك ندرة في الاحتياطيات، ندرة في العملة الأجنبية، ويتوقعون بأنه سوف يصل الاقتصاد إلى مرحلة يكون فيها البنك المركزي غير قادر على التمويل أو توفير العملة الصعبة في السوق. شو يعمل المضاربين؟ هذا تسمى بالنظام، تسمى self-fulfilling expectations، لأنه المضاربين يتوقعون حدوث أن البنك سوف لن يستطيع أن يستمر في سياسته، فسوف يسرعون من حدوث الأزمة بشكل، لأنهم سوف يبدأون بتخزين العملة، شراء العملة مسبقا، توقعا بانهيارها أو انخفاض أسمها لكي يحققون أرباح من وراء. فبالتالي سوف يؤدون إلى حدوث الأزمة بسلوكهم. That's self-fulfilling expectation. Self-fulfilling expectation لأنه لما يقتنع المضاربين في السوق الصرف بأنه سنترال بانك سوف يصل إلى مرحلة لن يستطيع أن يحافظ على السعر، فهم سوف يسرعون العملية، يبدأوا يشترون العملة، أو أنه تبدا
بالتوقعات. هذه التوقعات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن سوف يؤدون إلى أزمة سيولة، لأنهم يتوقعون حدوث أزمة سوف يشترون العملة بشكل كبير ويخبونها لكي تستخدم كلها. لذلك هذه النماذج، نماذج الجيل الأول، اعتبرت أن تدهور الأساسيات يعني الفاندمنتالز مؤشر قبلي لحدوث الأزمة عن طريق توسع العجوزات الميزانية، معدلات مرتفعة للكتلة النقدية، تضخم متسارع، عجز مرتفع في بذل المدفوعات، انخفاض متسارع إلى آخره، ارتفاع أسعار. بس هذا شرط ضروري لكن غير كافي لحدوث الأزمة. فبالتالي لكن الايفيدنس تقول ان الاختلالات الماكرويه معناتها الماكرو ايكونوميك امبالانسز قد تسببت في ازمات الصرف في النماذج الاول، وكانت واضحه في العديد من الدول في العديد من الحالات. لكن لم تكن تفسر كل الازمات. السياسات النقدية المالية التوسعية تؤدي إلى رواج اقتصادي، تؤدي إلى تراكم الديون الخارجية، تؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة خاصة في العقار، وبالتالي السياسات التضييقية التي تليها للتحكم في التضخم وتسهيل تعديل التصحيح والتعديل الموازي على الأصول تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، ترتفع مشاكل خدمة الديون وارتفاع مستوى القروض الجيده نون بيرفورمينج لونز، يعني البنوك كلها. هاي مثلا حصلت في حتى في الدول الخليجيه لما انهار سعر الصرف، تذكروا الازمه اللي حصلت في دبي نتيجه ما يسمى، هاي يسمى الفقاعه البابل والبيرس، لانه السياسات النقديه التوسعيه تؤدي الى رواج اقتصادي، هذا الرواج يستمر إلى مرحلة وين الأسعار ترتفع، بالذات الاستثمارات في الأصول الثابتة هذه، لأن يعني الناس كلها ديسبيكوليت في الهاوزينج وفي الأصول، تؤدي إلى انهيار. العيب الأساسي في نماذج هذا الجيل الأول أنه نستنتج منها سياسات محاربة الأزمة بطريقة ميكانيكية. يعني مثلا انا نوقف التمويل النقدي للعجز في الموازنه، تدخل البنك المركزي بتخفيض الضغوط على سعر الصرف، بيع احتياطي من العمله الى اخره. بس قد لا تكون ذات فائده. الجيل الثاني يبني سرديه جديده تختلف عن الجيل الاول. الجيل الثاني يقول انه ممكن أن توجد تناقضات ولا تريد أوف ما بين الأهداف الاقتصادية للحكومة وكذلك الضغوطات في الأهداف الحكومية، والتي تولدها ميولات متناقضة ما بين إنهاء نظام تسعير سعر الصرف والدفاع عنه. يعني الحكومة، أنا هذه مثلا شفتها في الحالة المصرية مش في الحالة اللبنانية، انه في كيب تيلينج بأن الحكومة سوف لن تغير سياستها، يعني يعلنون ويدافعون على سعر الصرف الثابت، لكن المتغيرات الاقتصادية لا تؤيد كلامه. وقعت أزمة في أزمة 2001 في لبنان في مصر شبيهة لمصر بس مختلفة شوي. كانت الحكومة ذاك الوقت تثبت سعر الصرف الجنيه الدولار، I think 7 جنيه للدولار كله، وتقول بأن سوف لن نغير، وهي سياستنا متناسقة وكل شيء، لكن كانت الاحتياطات تنخفض شوي 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 شوي، إلى أن وصلت إلى مرحلة أن الحكومة أصبحت غير قادرة على to sustain the policy. طبعا هذه يسموها بوليسي كريديبيليتي، هي مدى مصداقيه السياسات الحكوميه. لكن انا خلي نشوف، هل في لبنان نستطيع ان نفسر كلها
بهجمه تضارب مضاربيه على الجنيه نتيجه عدم تناسق السياسات الحكوميه، ولا في عامل ثالث؟ شوف، العامل الاول درسناه وقلنا انه الاساسيات الحكوميه، الاساسيات الاقتصاديه بدات تدهور، واضحه يعني. بوم كبير نتيجه التدفقات الماليه، بدات التدفقات الماليه تقل، ادت الى حدوث ريفرس فلوز، وبالتالي الى انهيار سوق الصرف. طبعا السيلف فولفيلينج اكسبكتيشنز، هذه اللي هم المضاربين في السوق يحققونها، يعتمد في نظريه اذا سمعت بها، سلوك القطيع، الهيرد بيهيفير. سلوك القطيع معناته ان الذين يتعاملون في السوق مو اغلبهم متخصصين ويفهمون كلها، بس هنالك مضاربين اساسيين في السوق الذين لديهم مصداقية لدى المستثمرين الصغار ولدى عموم الناس، والناس يتبعون ما يقولونه أو ما يقومون به. فبالتالي بمجرد ما الكبار هذو المضاربين في السوق يبدوا ينسحبون أو يبدوا يشترون في العملة، فالباقي يقتنع بهذا الكلام ويتبعونه، وذلك يسموه 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 سوق السوق. أنا قبل ما أتي لآثار الأزمة كلها، في نظرية ثالثة، وهي شوية أقوى من الجيل الثاني والجيل الثالث، أكيد سمعتوا بها في لبنان، حكوها عليها كثير. سمعتوا حاجة اسمها بونزي سكيم؟ أكيد. أوكي، بونزي هذا إيطالي، كروك، إنسان سمعة، و devised a scheme للسرقة لنهب الناس، بحيث يشتري بالغالي ويبيع بالرخيص عكس المنطق الاقتصادي. والسكيم يستمر، الجماعة هذول اللي يعملون بونزي سكيم يستمر لفترة، ما يطول كثير، لأنه في نهاية، لأنه يدفع لجزء من الناس من الاموال التي تاتيه من الناس الاخرين. طبعا هو ياخذ جزء منها او يستفيد منها او وات ايفر، لكن السكيم ينهار في نهايه المطاف. ليش انا، طبعا ممكن في لبنان لا تتوفر النيه السيئه، هذه انا لا افترض ان هنالك نيه سيئه من طرف الحكومه في لاحداث الازمه، لكن التمادي في سياسة التمويل العجز الكبير عن طريق بيع الأوراق المالية للبنوك بأسعار فائدة عالية كثير جدا، وجلب أموال المهاجرين أو الشتات لفترة طويلة، أدت إلى تراكم مديونية وصلت إلى مستوى عدم القدرة على دفعها، وبالتالي إعلان حالة عدم السلامة مع عدم الاتفاق حول الإصلاحات. ممكن هذه تكون عامل الذي يفسر حدوث الأزمة، بس تحتاج إلى التثبيت منها. العدوى، الأزمات كلها فيها آثار عدوى، contagion effect، لأنه تبدأ الأزمات في منطقة، بعدين تبدأ تحدث في أماكن أخرى، أو أزمات في البلدان الأخرى. يا إما تنطلق هذه العدوى عن طريق ميزان المدفوعات، أو ترابطات مالية ما بين الدول. عندكم مثال أيسلند في الأزمة المالية الكبيرة، وتقريبا انهار النظام المصرفي في أيسلند كله، بالرغم كان يضرب به المثال في الديناميكية كله، بس لأن الارتباطات المالية مع النظام المالي المصرفي الأمريكي كانت قوية جدا، فبمجرد ما بدأت انهيار السوق الأمريكي وتوقف الكريديت كرانش وتوقف إعطاء القروض وكله، النظام المصرفي بدأت الترابطات. طبعا تعرفون
لحقتها البرتغال واسبانيا واليونان، لكن استطاع الاتحاد الاوروبي ان، لان الباكج كان قويا جدا، وبالتالي استطاعوا ان يوفقوا. هناك كثير من المفسرين للازمه يعتمدون على العوامل الخارجيه، على الشوكس التي يتعرض لها اي اقتصاد في تسبيب الازمه. العوامل، كثير من الدراسات ركزت على تفسير الأزمات على العوامل الخارجية، مثل التحول الكبير المفاجئ في حدود التبادل. حدود التبادل نقصد بها أسعار الصادرات مع أسعار الواردات، تنهار أسعار صادرات البلد، يحدث عجز كبير في ميزان المدفوعات، قد هذا العجز في المدفوعات قد لا يسمح للدولة أن تكون لديها قدرة على تمويله، وبالتالي كلها. طبعا لا يسموها الآثار المنسونية، لأن المنسون اللي هي الرياح التي تأتي في الهند هذه تؤثر على كثير من الدول، ما بينها بنغلاديش وباكستان وإيران وكلها، وتؤدي إلى الخراب وكلها، وبالتالي يسموها منسون. توقع غير انخفاض غير متوقع لأسعار الصادرات يؤثر على خدمة ديون المؤسسات، وبالتالي ينعكس على أداء البنوك، لأن البنوك عندما المؤسسات لما تنخفض صادراتها، بالذات البلد اللي يكون فيه مؤسسات تصديرية كبيرة ويكونوا عملاء أساسيين للبنوك المحلية، يجروا البنوك معه. تقلبات أسعار الفائدة في الدول الصناعية، ممكن الدول ترفع وتخفض أسعار الفائدة حسب الإجراءات في سوقها وحسب العوامل الاقتصادية داخل السوق الأجنبية، لكن إحنا لأننا نعتمد على الأسواق في تمويل اقتصاداتنا سوف نتحمل هذه التقلبات. انخفاض أسعار الفائدة في الدول الصناعية يؤدي إلى تدفق الأموال نحو الأسواق الناشئة. ارتفاع الأموال مثلا بعدين لما ترتفع بشكل مفاجئ يؤدي لما يسمى بالتدفق العكسي، ريفرس فلوس، وبالتالي قد يحدث أزمة نتيجة أن أسعار الفائدة ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المستثمرين الماليين في هذه الأسواق في الإيمرجينج ماركتس يغيرون استراتيجيتهم ويتحولون للسوق الأمريكي، وبالتالي يسحبون كل أموال ممكن. طبعا هذا الارتفاع يؤدي إلى حتى تكاليف البنوك والمؤسسات الحصول على التمويل، وبالتالي يزيد من كل. هل الأحداث هل هي هل هل الأحداث كيف تتسلسل؟ طبعا الدراسات هذه اللي تتم كلها وتنظر الايفنت ستدي، او يسموها جرافيكال ايفنت ستدي، اننا نشوف كيف تتطور الأزمة في مع الزمن. طبعا هذه تحدث في الدول اللي فيها بيانات، وبيانات دقيقة، في بعض الأحيان قد نحتاج إلى بيانات شهرية أكثر من البيانات السنوية لا تسمح لي بدراسة الأزمة بشكل كبير. حتى في لبنان يعني للأسف الشديد يعني لا توجد بيانات كوارترلي على الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي، وبالتالي it's very difficult. التسلسل هذا تسلسل الأحداث، تبدأ الأحداث التي تؤدي إلى سعر صرف، أول حاجة توسع اقتصادي أوفر هيتينج مصحوب بسياسه نقديه توسعيه، نمو قوي للاقراض، عمله قويه اوفر فاليوت، وجود تضخم، ضعف مالي، ارتفاع المديونيه المصارف غير مدعومه بتحتيه الصرف، بعدين ترتفع في بعض الحالات ترتفع اسعار الفائده على السوق الدوليه او تدهور حدود الدوليه. يعني نحتاج الى تريجر، تكون عندنا البيئه مواتيه لحدوث ازمه، all we need just the trigger. المنهجية التحليل بسيطة جدا، شو نعمل؟ نقسم الدراسة الأحداث الايفنت ستدي، نقسمها إلى ويندو كرايسيس ويندو، وإلى خارج أو مراحل الارتخاء أو كله، ونفصل المشاهدات المتغيرة إلى فترتين، قبل الأزمة وبعد الأزمة، ونحسب المتوسطات لكل فترة ونضعها في شكل بياني، نضعها في شكل بياني، ونختار يعني 48 شهر حول الأزمة، قبل وبعد الأزمة، ونشوف النافذة كيف تتحول فيها. طبعا هذه إذا كانت لدينا بيانات شهرية، بس عموما بيانات شهرية لا تتوفر حتى نبني ويندو 48 مانس. يعني ممكن نختار نافذة طولها 5 سنوات مركزة حول سنتين ونصف قبل وبعد الأزمة. عيوب هذه أيضا
مش كل المؤشرات لديها نفس السلوك. قد تكون لدينا أزمات شديدة، أزمات قوية قصيرة كلها. فلذلك يتم تقسيم عموم الأزمات إلى عدة أنواع حتى نتفادى ذلك المشكل. عندنا في الأنواع أزمات الدول الصناعية وأزمات الدول الناشئة، و this is the window crisis، نحسبها ما قبل الأزمة، هنا زيرو عند الأزمة، وما بعد الأزمة، ونشوف سلوك المتغير ما قبل الأزمة، خلال الأزمة، وبعد الأزمة. ما قبل الأزمة سعر الصرف كان يتحسن بشكل كبير ما بين this is لأنه عدة دول، وبالتالي فيها مجال تراوح ما بين الدول. هنا بدأت الأزمة تي زيرو، بدأ الانهيار، انهار سعر الصرف بشكل كبير، وبعدها تنتهي الأزمة في تي بلس 2. يعني هنا الأزمة دامت سنتين، وبدأ سعر الصرف يصل للتوازن. مثل ما قلت لكم، لدينا أزمات تميزت بانهيار العملة، أزمات تميزت بنضوب الاحتياطي، أزمات شديدة متوسطة، أزمات مرتبطة بأزمات بنكية، إلى آخره من الأشياء اللي أنا قاعد أحلل البيانات اللي حصلنا عليها من الدراسات. قبل انفجار الأزمة دائما تكون العملة أوفر فاليو، أكثر من قيمتها، وبالتالي يجب دراسة السعر التوازني للعملة للفترة ما قبل الأزمة حتى نعرف هل هي كانت أوفر فاليو ولا أندر فاليو. وبعدين كانت العملة في الدول اللي لها شهادة أزمة مصارف أزمة صرف في تقريبا 25% في الإيماجينج ماركت أعلى من قيمتها طبعا. وبعدين تحسن الصرف قبل الأزمة، التحسن هذا يأتي معه تدهور في أداء الصادرات، لأن الدول أغلبها دول الناشئة، دول تصدر، تدهور كثيرا ما تدهور حدود التبادل في المراحل التي تسبق الأزمة، لكن اختلفت معنويا عن الفترات العادية إلا في الأشهر القليلة. يعني حدود التبادل يصبح قوي جدا إلا في الأشهر القليلة قبل الأزمة. بالنسبة للدول الناشئة وفي حالات أزمة الصرف المقترنة بأزمة مصارف، تدهور حدود التبادل كان شديدا. يعني لما تكون أزمة الصرف مع أزمة مصرفية تكون قوية جدا. أيضا التضخم كان معنويا مرتفع قبل مراحل الازمه. في الاسواق الناشئه في الايمرجنج ماركت التضخم كان 10 to 15% اعلى من كله. في المراحل الاولى للازمه دائما تكون علامه الضغوطات التضخميه كبيره جدا واضحه، بالذات نمو الكتله النقديه اكبر من النمو في المراحل العاديه. نفس الشيء للاقراض المحليه، هذا البوم وانفجار الفقاعه، وبعدين النمو هذا لا يستطيع ان يستمر، يعني فسوف يصل الى مرحله وينخفض بشكل كبير. نفس الشيء باسعار الفائده، ايضا تعتبر متغير اساسي او سيجنال غير مباشر يعني للسلطات لكي تغير من الازمه. وبعدين عندكم اخر شيء اللي هو اسعار الاصول الحقيقيه والمالية اللي هم الـ financial and real assets، العقار والأسهم بالذات. يعني كل الأزمات تسبقها انخفاض أسعار الأصول الحقيقية والمالية، ونفس الشيء بالنسبة لمعدلات تغيير الأصول، وبالتالي لازم نتابع أسعار الكل. أيضا قلت لكم أيضا سلوك الاحتياطي من العملة، نشوف الاحتياطي شو يحصل فيه. عموما لما يصل الى 5 اشهر واردات يعتبر تخلل في الازمه عموما. يعني كل الدول التي تعرف ازمه انه ينخفض فيها مؤشر يعني عن اشهر الواردات. وبعدين لديكم الريفرس فلوس، انه تبدا نشوف ميزان المدفوعات، ونشوف انه بدات رؤوس الاموال تغادر البلد، هذا يسمى ريفرس فلو، وبالتالي مؤشر قوي جدا. الدول المنفتحة ودون وجود تنظيم محكم، يعني دون وجود مؤسسات قوية، تكون فيها الأزمة أعلى من الدول التانية. يعني فبالتالي الانفتاح الاقتصادي يتطلب مؤسسات تتحكم في الاقتصاد.
طبعا واخر شيء اللي هو الاسعار الفائده العالميه يعني تلعب دور كبير، يعني ترتفع او تنخفض تسبب ترتفع تسبب الى ازمه نتيجه انها يا اما تستقطب رؤوس الاموال او انها ترفع تكلفه الاقراض في الدول. هذا فيما يخص. بكره ان شاء الله نكمل، احنا عدينا الوقت. تمروا ان شاء الله تمروا خلاص، انا خلصنا سعر الصرف. بكره راح نفتح النقاش على سعر الصرف وازمه سعر الصرف في لبنان، وبعدين نتكلم على السياسه النقديه. اوكي، أوكي، شكرا دكتور. شكرا يا دكتور، الله يسلمك. شكرا شكرا جزيلا جزيلا شكرا دكتور، يعطيك دكتور، العافيه. يعطيكم ألف عافية. شكرا الله يحفظكم، دكتور، الله يحفظكم، شكرا كثير. الله يحفظكم.